دائما والله دائما مفرط بكل شيء. طب لك سر بيجنا على على كل حال ايش يربوا عناني سر بيجنا والله صوتي رايح بدون ما في شيء بيحمد هذا في المناسبه ايوه لا يا عمي مش واحده هذا خليها يا اخوان فيه حضراتكم شباب محترمين وكل انسان يحب نسمع من عنده شيء جميل يقدمه في هالمناسبه الجميله احنا بناخذ شيء من هالاشياء هذه ونكتفي فيه مطرشاكم نزولا عن رغباتكم احنا مستعدين لا بطلبكم لكن مطرشاكم كمان كل انسان محترم يكرم على المجتمع في شيء من عنده للذكرى الحسنه والجميله سهرة جميلة بوجود حبابنا سهرة جميلة بوجود حبابنا حبابي يا محلى بعيوني رؤاكم أنا اللي انشرح صدري بحسن رؤاكم الله الله بيسر حبابي يا محلى بعيوني رؤاكم أنا اللي انشرح صدري بحلو رؤاكم يا ربي حقق لكم أجمل رؤاكم سلام وحب معني للأراب الله ابو ريدان هاي كلمة او هذا اشتراك الاساتذة في الفن بدنا اشتراك الخريجين في الفن عفوا الشيخ خلينا يلا مروان يلا ابو مروان خلينا نجاوب موضوع الاساتذة وانت محسوب استاذ بدنا نسمع كلمه صحيح يا وادم يا ابو الشبل والوجوه الغني الله على كل حال بجوز الاخوان بيعرفوا على انه الاساتذه هون زي ما كانوا اساتذتكم هن كمان كانوا الاساتذه تبعي من ابو مبدا مع الاستاذ عبد الله كان زميلي ما كانش استاذ لابو خليل لابو شبل لابو يوسف الحقيقه يعني انا بحكي على الفتره اللي كنت زميلي لان انا كنت بعرف اذا بتتذكروا هذيك الايام انا يعني عشت في فتره ان المعلم كان ما يستنى الا ابته يخلص الدرس لحتى يهرب من المدرسه. اما في الجو اللي احنا كنا عايشين فيه بتذكر ما كانش مره يخلص الدوام المدرسي لنفرض انه كان يخلص في ساعه معينه الا نبقى في المدرسه بعدها بساعتين او ثلاثه نقعد مع بعض. تتذكر هاي الفتره؟ صحيح. والحقيقه هذا بيدل على ايش؟ كان انه جو اخوي جو منيح. وابو ريدان استمر في هذا الجو، والحقيقه هي المبادره منك مبادره ممتازه جدا. وان شاء الله الكل يمشي على خطاك. وانت طبعا انت دائما لك طفرات في المجتمع، اذا كانت بعض الاحيان طفرات اجتماعيه وبعض الاحيان طفرات سياسيه. وهذه الطفرات مره صح ومره غلط كله. يعني ايه الغزة يعني بدك تذنبها؟ شو يا عم ده شو بالسياسي؟ شو بالسياسي يا ابو مروان؟ الانتخابات طويلة سيبونا من السياسة لا الانتخابات على مش طويلة فالحقيقة يعني أنا كثير مبسوط يعني لما كان أبو ريدان عندي واليوم اتصلت في الأستاذ كريم مش حدي بس كريم في أمريكا لحتى لأنه طلب مني أبو ريدان ولكن لقيته مسافر على لوس أنجلوس
وقلت لأخوه إذا يعني بيتمكن بيقدر يتصل معه يدور التليفون لهون. بعرف إذا بيفاجئنا يعني. بجوز يفاجئنا بجوز لا ما بعرف. كل الاحترامات. فالفرصة سعيدة ونتأمل إنه دائما نلتقي ونحن كل هون إخوان وأصدقاء ودائما بشوفهم بيشوفونا. المهم يعني كثير أنا انبسطت إنه الأستاذ عبد الله شفته لأنه صلي أكثر يمكن 15 سنة أو أكثر أنت ما شفتكش. رفق ده في يوم عرسه لا معلوم معلوم قصة كان احنا لما كنا بنهايتها احنا لما كنا بافضال ابو نجم سبيل نعزمه على القاعدة هاي تفاجأنا مفاجأة كثير انخجلنا في الموقف اللي ما اديناش الواجب كان ماضي جمعة على عرس ابنه وزعلت كثير كيف ما يهمناش مبروك مبروك يا ابو رجب الله يهديك مبروك هانينا في الواقع مش حبيت نسيت انا يعني ما بحبش اعمل شيء كانت في هناك بارك اقول فمون في نفس الشهر يعني خلال اسبوعين كانت توفى سيدنا العروس وعمي قال لذا فعملنا بس يعني الظروف ما صبرتش الله يهنيك لقيته دائما في القلب والله يا ابو رجب الله يهنيك يا ابو رجب ربي يباركك والإخوان الحقيقة أن الطالب بتأثر من المعلم والتأثير المعلم بيبقى مع الطالب لمدة بعيد أنا بذكر من المدرسة يعني من كل معلم أخذت إشي والأشياء اللي تركت في نفسي أثر من أبو مبدأ أنا حبيت الإنشاء ظلت عندي هاي المحبة لموضوع الإنشاء يعني من بوشبل حبيت الخطابي والبلاغة عشان هيك انت لما كتبت موضوع انشاء وانا علقت لك اياه على الحيط اذا بتذكر والموضوع كان امي مظبوط مظبوط وشرحته انا وهذا هاي العادي هاي عادي يا شباب عادي ولا شادي اما شادي غير العنوان تماساتك وهذا بدل قديش التشجيع يعني مؤثر في نفس الطالب من الاستاذ عبد الله انا الحقيقه يعني صفته شاعر قدير وعلمنا ودار يونس مشهورين في الشعر يعني هذا مش جديد علينا مش جديد انا كمان حبيت الشعر مش نازل نزول عليه حبيت يا استاذ عبد الله حتى رحت على مزرعه حديد ولكن كمان صار زيه بس خلاص ما تركت الزراعه وبدي بعد اذن الاستاذ عبد الله اقرا شيء يعني يخالف الشعر مخربط واذا كان فيه يعني انتقاد شعر تخربناش حتى تشوف انه يعني تعليمك بعد له اثر شعر حديث يعني هذا الشعر زراعي كل اوراق هاي الله شغله انت خلاك هذول زي خرج شخبه قال يا عينتين يلي بعزكو مثل عيني عين البلد عيني ومديرها عيني وهاي عيني وهاي اختها عيني قال يا عين يا نبع عين يا نبع الصفا فيك الطهارة والشفاء عندك أماني وحب وفا وطعت الدفا للضيف لا منه لفا يا عين نسيناكي وما نسيتينا ومن يوم ما تركناكي حل الجفا فينا مثل ما كنا نجتمع حول مزرابك كنتي على الحب تجمعينا وتنمي الوفا فينا اللي بيشرب منك مرة يعد لك مرات اللي بيشرب منك مرة يعد لك مرات طيطفي بقلبه جمرة تشعل جمرات حليم حليم أبو شعيب البنت البيضة والسمرة يعبوا الجرات شبابك ضو القمرة معهن يحكوا حكايات وما يمس لهن شعرة غير النسمات بس النسمات وعهالقول في عنا شاهد شرف ومعه ضيوف معه ضيوف الشرف شاهدك يا عين بالصدق مشهود له
ما مر بوعد وخلف، ما يوم ما حدا منا اختلف، وما حدا منا على حب اختلف. جاورك من هالزمن نصمية، ومن فضلك كل هالمد غرف، لا هو اكتفى منك ولا البلد منه مكتفي. كل احترامات لك. يا ابو بده مثل ما جيت ظليت، كلك حماس وما مليت، وما خليت من جهدك جهيد. مثل يا ابو بده مثل ما جيت ظليت، كلك حماس وما مليت، وما خليت من جهدك جهيد. وسني عن سني حبك لبلدنا يزيد، وبلدنا كبيرها وصغيرها والطفل في سريرها، وشيبها وشبانها وزلامها ونسوانها، حبوك وكرموك وقدروك وفوق حقك ما عطوك. حبوك وكرموك وفوق حقك ما عطوك. والوفا يا أستاذ ما زرعوا حطيب، والحب في الإيد مش في الإيد. كل احترامات عيش. أنا بنسى وربعي بيعرفوني، لكن بفضل العزيمة. كلام سليم عزامي. أنا بنسى وربعي بيعرفوني، لكن لفضل معلميني ما أنا ناسي. فضلكوا يا أساتذي على عيني وعلى راسي، وإنتوا يا أولاد صفي بحبكوا من عمق إحساسي. إنتوا الأهل وعندي إنتوا أقرب الناس. يا أبو الشبل يا صاحب الصوت الجهور، يم ربي صفنا لما كان في عمر الزهور، وسنت الثلج خليت قلوبنا مثل الثلج. تبغى الحقيقة وزدت القشور، ورست فينا روح التنافس للقصور. عيش. وخطك على اللوح يتلوى بين السطور، وشرحك عن بونابرت وهانيبال جاسور. شرحك عن بونابرت وهانيبال جاسور. ولما وحدنا يرد مش معقول، تقول له الله عدياتك، روح عمر سناسل او روح رب سهول. لما وحدنا يرد مش معقول، تقول له الله عدياتك، روح عمر سناسل او روح رب سهول. ويا ابو يوسف يا صوت العندليب، لما تسال وحدنا ما يجيب، ترد هالحطة وتخطو على. يا صوت العندليب، لما تسال وحدنا وما يجيب، ترد هالحطة وتخلعوا على ايده قطيب. يا استاذ عبد الله يا ضيف الشرف، عيش. ويا شاعر الوادي، ريت زيارتك مع هالضيوف تكون من عالي. قبل الظهر تقص عن عنطر ابن كلثوم، بعد الظهر في الحديقه نكش زرع ثوم. وفي الصف تحكي عن الهريسه المستويه، ولما ابو مبدا طل تقلب الموضوع وتحكي عن التربه الطينيه. يا صف ما بتروح من بالي، اسمك في بلدنا دوم عالي. يا اخوان وين كنا وين صرنا، دوم هالعلم رفعنا وما دمنا. اول عضو كنيسة هو منا، واول قنصل في بلاد برا. ايش أول قنصل في بلاد برا منا، وأول شيخ دكتور كان منا. أول شيخ دكتور كان منا، وأول من رب العناكب كان منا. وسكرتير البلد اليوم منا، وأول مدير البلد كان منا، وأول مفتشين منا، والهدى إحنا عملنا. وأول موظف تسوية كان منا، وأول موظف في الضريبة بعد منا. أول
اول عالم في النفس كان منا. نجيب اول عالم في النفس كان منا واول من راعى مصر كان منا. اول من راعى مصر كان منا ومزارع واصحاب مصانع عنا ومقاولين وراس مال ورؤوس مال في عنا ومشايخ قد الدنيا عنا. أول من ضم لا أبو حصيرة ولا شاس منا. دار عدوخي. مصبوط مصبوط كمان مصبوط. أنا جايزة عيدة. راح تشبيع الدنيا. أنا جايزة. أول من انضم لا أبو حصيرة ولا شاس منا. بختم كلامي بالصلاة على النبي ولجميعكم بالشكر والمحبة ويصير هاليوم مثل العيد وعمر السامعين يزيد. بشكر يا أبو شعير. هذا أرخت كل القصيدة. الإنسان. وهذا الاجتماع أكبر دليل على محبة الله لأن فيها محبة الإنسان اللي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى أولده. فإن شاء الله كلياتنا نعيش على محبة الإنسان ومحبة الله ويكون دائما جو التآخي والإنسانية هو رصيدنا وهو رأس مالنا. وإلك يا أبو ردان الحقيقة كلمة شكر وتقدير. وأنا الحقيقة يعني بعترف في التقصير كنت مقصر في معلوماتي عنك. فاليوم أنا جاي عندك معلومات مشوهة. أنا معقول جدا. في بعض الناس بيشوهوا المعلومات فترات بياخذ واحد معلومات مشوهة فنحن نستنى إن شاء الله المعلومات صحيحة وإن شاء الله المجال لقدام. ولا مثلا جهادنا في مغسل شعراته نازلات لابس كلسي وكلسي وين رايح؟ خلي شوف سيدي على المدرسة خلنا على لابس كلسي وكلسي وين هو؟ قلت له مش هو ما راح تعمل عندي شو اسمه؟ طيب وين رايحين انتوا؟ في مين ارسل؟ في اقطع يا أستاذ زياد مرة أنا كنت عالم 62 أما هاي مش للنشر. أنا مسكين مسكين كنت عالم أنا بالصف الثاني قبل ما رحت على الجيش بفكر 62 كنت عالم بالصف الثاني وحد كان أستاذ زياد يعلم مش عارف شو كنت فتحت الباب عليه ولا هو قد سيكوف عروق. قلت له شو هذا يا استاذ؟ قال لي كان عطيت على البحر وجات طيق الثوب علي بقول لي كيف كيف؟ قال لي طلعت على البحر انا كنت في البحر مش قادر طيق الثوب علي. مش متشلع من وين هذا على البحر؟ والله هي قصص اكثر من قصصنا. مش معنى طيب مشان الضحك ابو ردان على سبيل الفكاهه انا كمان كنت طالب عند مبدا وشبه كمان كنت زميل عند الاستاذ يوسف علمت معه صحيح يوم الدنيا كنا في شهر نساشه الدنيا كنت هيك بسيطه عندي انا هيك اخذت كبوت لبسته رحت في عمل الدنيا صحيت علقته انا ونسيته. كل السنين هو معلق هناك سنه المدرسه ما عادش في حاجه للكبوت هسه السنة الثانية السنة الجاية الدنيا شتت قلت أما وين الكبوت؟ قلت أنا بعرف وين الكبوت؟ عمي على أي بيت الكبوت؟ روحت على المدرسة يا جماعة والله كان عندي كبوت لحد شافني طلعت له معلق وأنا كل السنة أقول مسح غسل ومسح فيه أقول من هي ناسي كبوت وحدة والله والله صارت بدري كنت مروح على الساعة 10:30 في الليل مروح ماشي لعنا على المغرب ولا زيدان واقف حد بيت وليد في السيارة حد بيت وليد في السيارة ومعه مرته ومرت فايز وولاد فايز بس شاف زيدان والله صار يقول
يا فلاحين اهل البلد مين شاف فايز؟ شاف لي هو قال هاي يا زلمه قلت له بالك شو يصير يا زلمه؟ قال بقول لي يا زلمه يدري شو له حط المره والاولاد هون عندي وقال بده يرجع وصرنا ورحنا على البيت وناموا الاولاد وناموا وهي انا مش عارف الاقي وين ولا وين فايز؟ حضان ابراهيم وناسي حاله دار بالك حلوه انت لو زايد على الجامعه لما كان بعده في الهضاب ايوه لسه ما كانش عنده بعد سياره كان عنده طقطق وبعض كان عنده فيسبا مش بمطار بيطلع في ابو زيد استنى ساعه مرات نص ساعه على الاقل تيجي زين بدنا نتسلى قال يصير هو يحدي وانا اسحش لانه حدا يمر يشفق علينا قلال جدا حتى المعلم مين اللي كان يخلق لنا؟ كنا عم نلعب الفوتبول وكان الاستاذ جورج رايسي ساكن عند دار شكري هسا لما بيجي بالفرق من جهيد دار شكري بملهم للولد اللي على الاخر من ناحيه دار شكري ليش؟ لانه بده يطلع الاستاذ وبده يبعث ابوه مشوار والله عم نلعب احنا فريد هلا اجى الدور تبعي اجى الدور تبعي على الراس شوي ولا هو طالع استاذ جورج رايس قال لي تعال يا جورج قلت له شو استاذ؟ هسه شو مفكرني؟ مفكرني انه انا يعني دارس دخان ومنيح وبس يعطيني اشاره قال لي روح لعند حياته شفيق مسكين الله يرحمه كان فاتح دكاني مين هذا؟ حياته شفيق روح جيب لي طبلي سلب طبلي سلب يا هذا بيت الله حالي إذا أنا لا مسترجع أسأله شو دي الرفات طبلي سلب إذا ما عندي بخير بشير عقلي باللعبة وعقلي بالشغل ولا عم سادة شو بده هذا السند مش عارف قلت لي سند شو بدي لا قال لي جيب لي مكان دخان سند ولا قال لي شيء شو دخان دخان قالوا يعني تروح تشتري مكان دخان لمين هذا يسألك عن دكاني والله مشيت هيك صرت افكر بعدين قلت حليتها يا ولد قلت حليتها يا ولد هذا السند بده مرتبان طبلي وعلبة سردين والله مو عايز زيادة والله وصلت على حياة مجرية قلت له عمي ابي بعتيني برتبان تطلي وارد السردين طب اخذ التطلي عدة اجناس قال لي اي اجناس عم تطلت عينك وتطلت السفرجان قلت له والله ما اعرف ايش الاستاذ جورج رايزي بيشتري عندك اي نوع تطلي قال لي هو بياخذ مشمش والله حملت انا وجيت مبسوط دقيت عليه حليت يا اي حليت دقيت عليه تفضل سر انا شو هذا قلت له قلت له يجيب لي تطلي سر هاي تطلي وين سرديت قال لي ولك يا زلمه دخان شو بدي في التطلي وسردين انا قلت له شو يعني بترجع قال لي بدك ترجع تعطي اياه رجعنا لعند ابو شبير قلت له عمي هذا بدي اشرب سد بدي دخان شو دير ربي دخان قال لي والله انا عرفت هذا اوطى جنس دخان انه قرش بدي اشرب هذا على سبيل المثال تحت الخروف قول لي تعال معي يا حموده قلت له وين بدك؟ قال لي روح اتمشى لغايه ما تيجي قلت له يلا كنا بلد ما كنتش عندها شيء تسوي مشيت معها انا اسالها اذا هذا وقتي قلت له نروح
ماشي معاها والله ولا هالعملاق لقينا مين فهيم العبساوي هو بلش يحكي معاها هسه انا مش هي اللي يحكي معاها لانه غيرك يدير بالك علي بقول له انت يا زلمه روح من هون هاي مش مش ملكك مش اسلام انت روح العب لحالك ضرب لي كفين في القلب معلش حياه ابوي وين قاعد عند دار ابراهيم معلول سمع القلب لا ما سمع عم بشوره سمع طبيعي رجعت لعند ابوي بكي قال لي مالك قلت له في واحد مسكني وقتلني حياه ابوي حاط لي ورا ظهره هيك ومشي وصل على سوا فهيم قام يقول له يا عمي محمود قال له والله لحرق ابو عمامك كف اول كف وثاني كف وهذاك يجيك الهريب هرب لما هرب وصار يرد حجاره على حياه ابوي ابوي صار يدبك بس مشري هيك وطار بقول له انا معلم طيب بشو انت ليش ما حكيتيش معه شيء قال بقول انا ما نجيت بدي اضرب في السرماي ما كفيت من هذه اللي قلت انا الصف الثاني بشكل يعني مستعجل شو صادفك لحد اليوم؟ شو صادفني؟ صادفني كثير كثير اشياء صادفتني اما قلت لي على سبيل الله طلعنا من المدرسه مش موجه صلعات موجه صمت طلعنا من المدرسه ورحت اتعلمت شوفير اخذت رخصه السواقه جيمل اخذ بعدين جيمل شتاين بعدين مونير بعدين سمي ترينر وبلشت اشتغل في 11/6/66 اتجوزت في 67 في 3/7/67 اجى محمود وبلش الحفل ما شاء الله اجوا 5 اولاد البنت جوزتها وصورت سيد هسه هي الله ما فيش واحد ثاني؟ بس واحد يعني وين ساكن اليوم؟ في الفريبيس ايوه وشو بتشتغل حاليا؟ على السيارات من يوم ما فارق فيها اليوم انا على السيارات السيارات تاكسيات تريلرات تركات لحد الله يعطيك الصحة والعافية الله ابو راح اولد رائد ابو رائد 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 بعد ما خلصنا الابتدائية قسم من الاخوان قرروا انهم يتعلموا في مدرسه داخليه كان الاخ ابو مروان هناك واجى حمس الوالد وقال لازم كلكم تعلموا هناك راح الوالد دبر الشغله مع المعلم مع مدير المدرسه غادي الفادر هند هذا والبدر روبرت صاحب زيدان صاحب فاضل لا صاحب زيدان قعدنا 3 اشهر صارت حرب سين قتلنا احنا والولاد هناك وصار خبط وصار ضرب وروحنا في نص السنه هسه بعد ما روحنا بوي له معارف كان مع عمال حيفا اتصل فيه في الليل وقال له المشكله صارت مشكله كبيره الاولاد كلهم برا والسنه في نصها وشو بدنا نعمل في مدرسه استراتيجيه في حيفا اسمها بيت حنوف تيخون اخذونا ثاني يوم عليها والله قعدنا احنا بين هالامي بين هالبنات كنا بنخجل من البنات كثير كنا واحنا صغار يعني اليوم خلاص؟ خلاص ما عاد ثاني يوم ثالث يوم كل امي روحت رجعت انا ابوي قال لي مجبور تضلك غاد طيب ضلينا غاد خلصنا الثانويه ولا وبما ان ابوي كمان تقول ابوي يعني دائما هو كان المدرب والمرشد بامن في رساله التعليم رئيس الاساتذه قال بدك تكون معلم يا ابو التعليم مش الي شو بدي في هالشغله قال لا بدك تروح تعلم معلم راح شوف لي داخليه اسمها دسيم حد ثانيه تعلمنا اول جمعتين اجت درس اسمه الريتميكا هذا ريتميكا بيعلموا فيه الرقص ومش عارف ايش في معلمه يهوديه غاد عربي يعني ايقاع قال بقول صفوا يا اولاد صفينا ارفعوا رجلك وشمروا لهول شمرنا صوروا دوروا قدامي دورنا راحت معلقة شغل علي تقول لي أتايش وخذ قلايم ركدانيوت قلنا هاي الشغلة عاد ضربت لأبوي لأبوي في ذاك النهار قلت له اسمع بكرة بتيجي الصبح تاخذ لي إذا بتجيش أنا تارك أواعي ومروح إذا بتجيش أنا بتعلم الرقص والله بتعلم عملت كان ظلفه عيب عليك ايوه ثاني يوم والله الصبح اجى الوالد واخذني من هناك وبعدين رحت اشتغل في الريفينري حتى اتعلم في الجامعه في الريفينري ظبطت الامور
وقوام يعني نخلص للموضوع وبعدين اليوم بشغال بتفكير كسبان. برافو عليك، كل احترامك. متجوز 66 ولي ولد سنة ثالثة في الطب في التخنيوم في حيفا. الله يخليك يا رب. وبنت في الصف 12 اسا بتخلص. الله يخليك يا رب. الله يخليك ولادكم. الله يخليك يا رب. كل احترامك. شنو ما قلتش معاذ ما خسرتش؟ حسين ابو ايش رايك؟ ابو وهاب. ابو وهاب. الله خلصنا المدرسة ورحنا على الكيبوتس. بعد الكيبوتس اشتغلنا اشغال متقطعة بعد الكيبوتس. بعدين من بعدها فتنا في المينا. صار شيء. فتنا اشتغلنا في المينا ومن بعد واحنا في المينا كمان اتجوزنا وقلنا 7 أولاد. الله يخليك. شو العدد؟ شو ال يمكن اخر واحد اولاد بنات؟ عندي 3 صبيان و4 بنات. اخر واحد جوزت فينا؟ ابو هاب انت اخر واحد جوزت فينا؟ تقريبا اما ابو هاب عنده هوايات لا خلاص مره مصارعه مره بوكسير ابو شكيب خرجنا من المدرسه في 65 من المدرسه و درسنا في الناصري معية الاقزدان مع بعض لغايه 16 بعدين كملت في اداره حسابات بعدين جندنا للجيش وفي ال 66 وظفت في المكتب الضريبي 68 تجوزنا وبعد متابعين في الضريبي لليوم في الجيزي استنى اربع ضريب عشان كذا الله يخليهم ابو عبدو والله انا متذكر لقطه بعرفش اذا من بدر عم نتذكرها زمان المدرسه يعني بحب اقول مرة في أول السنة جيت أنا على المدرسة كنت أنت مرتبين أنت حضرتك والمعلمين مرتبين هيك قلت معلومة مذكورها مع أبوك مع أبوك معلومة مذكورها تمام مذكورها قلت لي أنت يا ولد مش رايحين نقبلك في المدرسة صحيح قلت لك ليش يا أستاذ قلت لي بعرفش شو أقول لأبوك إنه أنت مش مقبول في المدرسة صحيح روحت أنا وتعرف على الطريق بدي أصل البيت صرت أبكي كيف بدي اقول لابوي طب انا شو مش شاطر كني في المدرسه عشان ابوي كان يعطيني مشان الزراعه مش عارف شو اعمل بقول وصلت البيت لقيت ابوي مالك راجع بقول لي قلت له يابا المدير حنا قال انه انا مش مقبول في المدرسه قال لي كيف ليش قلت له عارفش قال لي انت يعني مش شاطر في المدرسه قلت له مش شاطر انا بعرف شيء شاطر لا مش شاطر قال بقول لي طيب هي في زمن انتداب انت متاكد انه قال لك المدير قلت له المدير وكل الاساتذه هسه قال لي طيب تعال معي واحنا رايحين في تيني كانت لابو جبران على جنب الشارع في الحكوره مظبوط تمام صحيح ميل اخذ منا شرخ التين اخذ شرخ التين مشان يضرب المعلمين حتى يدخلوك للمدرسه صحيح واحنا رايحين فات على المدرسه هسه انا متذكر يعني هذا عرفت التين ما كانتش يعني في القوه فاتت من الباب فرع هسه فات دوس دغري لعند المدير ابو مبدع قال له شو انا عندي هالولد واحد شو بتقول له مش مقبول في المدرسه ليش مش مقبول؟ قال له ابنك مش مقبول في المدرسه قال له مقبول مش مقبول المدير حنا مرتب كاين هذا في فرود فلين كانت تطلع صوت صوت زي فرد رصاص بقول له استاذ فرد هسه اسمع عم تحكي هذا ما صحيح هسه انا ما حد انا واقف ما شاف الا دخيل الله قتلتوني تمام صارت تمام صارت تمام صارت تمام صارت
انت بس قاعد على ابوي ما يصحى يا ابوي ما خفش اما بده هذا قال له ابو بدا قال له شو كيف الخوف انت بتعمل يعني بعد تعمل مشاكل قال له طيب بدي اسالك اسا مين خاف اكثر انا ولا انتو صحيح على كل حال احنا بس خلصنا انا بس خلصت من المدرسه يعني ابوي كان وحداني في يشتغل في الزراعه وانا اشتغلت معه في الزراعه لحد سن ال 24 24 انا لقيت بدكم مضبوط الزراعه صعبه قلت ما ليش تعليم ما عدتش اقدر اتعلم قلت ما ليش الا اروح اتعلم شفير تعلمت شفير في سنه الواحد وفي سنه ال 62 على قيمه الاخر بعرفش ان كان انا وحموده تعلمت في بيت سفر اسمه بزاف بعده لحد اليوم افضل مدرسه في حيفا بعد سنتين عملت شو على تاكسي وإسا أنا في الوقت ضليتني على التاكسي يعني من سنة ال 64 لحد اليوم إسا أنا يعني صاحب تاكسي عندي 7 أولاد الله يخليك 5 صبيان وبنتين وعندي بنت مخطوبة و3 أولاد بتعلموا في مدرسة الناصري من بعد مدرسة الثانوية الابتدائية في عسفيا نزلوا على مدرسة رابات الناصري يتعلموا والباقي بتعلموا في مدرسة عسفيا وهذا الله يخليك الله يخليك أبو عنان والله بعد ما خلصنا من 56 تاريخ تاريخ طويل من 56 باختصار رحنا على الترسانة زي ما قال نصر وعلمنا عنده أستاذ سامي إنجليزي حتى نقدر نلحق الأولاد الترسانة صار في ذكريات كثيرة واحد إذا بدي يذكرها بيكون طويلة ما بذكرني شيء واحد تعلمنا إحنا أولاد الجيش أيوه فاستقال نجيب ونصر وعاطف وخليل بقاتلوش طيبين زيدان وانا هسه زيدان وزيدان ونحن في ساعه ترنصه طلعنا في ساعه ترنصه جمعنا قفتين دمج هسه وقفنا على الزاويه وقفوا 17 واحد والله حقك ترنا زيي والله انا بقول لزيدان قول انت عاد يزلوا على نص الساحه قلت له روح قول انت والله حريم قال لي لا روح قول انت عاد والله قدمت له الساحه قلت لي العديد يا ولاد الشرليين والنزل يقرروا زيدان حطوا قوم دمشي ولا واحد قرب شيء شيء لا مختاش هلا اه بالله تعود على وش العمل انت نزلت انت ابن الترسطة جينا على زي ما قال نصر جينا قاعدين على حيفا في حيفا حطوني انا ونصر في صف كله بنات فيش غير واحد كل واحد تطلع هيك قعد انا يومي 2-3 وجن نجيب حطوه في صف وزيدان ما هذول ما كانوش كنا عاودوا رجعوا انا على بطلت جينا على الارثوذكس الارثوذكس قعدنا سنين بعدين رحنا على المدرسه الزراعيه المدرسه الزراعيه تعلمنا هناك خلصنا صف 12 جينا على التعليم شوي رحنا على الجيش وبعد الجيش رحنا على الجامعه في الجامعه تعلمنا كليه الزراعه لغاية 1970 ورحت على معهد بركاني اشتغلنا فيه وعملنا هناك الدكتوراه زي ما قال فايز اشتغلنا على العناكب والعناكب تاخذنا وبتجيبنا بتجيبنا من افريقيا لامريكا لاوروبا تزوجنا سنة 1970 وعندنا 5 اولاد الله يخلي لنا اولاد الله يعيش يا عبد الغياث ترى صرت في لك ذكريات بعد ترى صرت في لك بعد ذكريات كل ما حد في ذكريات كثير بس وصلنا ناخذ خير الكلام وسط الشارع حلوه والله اخواني احنا خلصنا من المدرسه الابتدائيه هذيك اللي سمعت كمان كمان سنين عفوا قالوا قالوا الفاضل سلمان فروا ولك تمنوا احنا ما قلناش طلع الشوارع اجى سلمان العالي لهناك ايوه واجى هذا الفاضل بيجي هناك الصبح وشو بعدين بغسلوك هناك على الوقت وامنوا في قووش اللهم اصبر جيش إيه شو هناك والله الله منيح اللي خلصت من هذيك كيف الفحص ايوه اجى لزيدان اجى لشو اسمه لسلمان بدير بالشرط وسلمان كبير اكبر منه بثلاث 4 سنين يشوف لقاها صعب عليه سلمان بس اجى هو يحلق وسلمان صاروا خطاط شو ورقه ايوه قال بقول له بتعرف سلمان بيعرف سلمان نوع براسه قال له ما اقدرش وهذا عندنا ممنوع وكذا الى اخره واخذ الدور بدعة سلمان شو اسمه يدقنا انه هاي المدرسه بتنفع ولقى زيدان كنا يمتى هناك يدوا لي بالاكل
واجا زيدان بده يعمل عنتري وقف وذاك وقت لك البقيه قال عم بينا وادم كنت انا وياه شويه تنشغل قلعوا هناك هذا فاضر كف يحرق صلاته طيب اخوان بدنا نكمل اسمه عبد الله والله يا اخوان خلصنا المدرسه يعني من هون وبعدين رحت على الارثوذكس قلنا بنكمل كمان سنه يعني بنشوف بنجرب حالنا في الارثوذكس لما ما ظبطتش معنا في الابتدائيه قلنا بنكمل في الارثوذكس لان تكمله العلاقه هاي سيره طويله هاي مع عجاج كان يعني بعلاج في الاول بدنا نتعلم العلاقه كان اذا بدنا نقعد كل النهار نعلق لولت انه مره مين يمكن احسن عن المدرسه جاء طول شعره شنعت فيه الظاهره طيب بعدين عاد من بعد الادبس تعلمنا سنه في الادبس وبعدين خلصنا التحقنا للزراعه يعني مع اهلي هسه من بعد الزراعة عاد رحنا كمان فترة على الجيش فترة قصيرة على الجيش وبعدين في سنة من السبعين للواحد وسبعين اشتغلنا كذا الزراعة كمان مش كل القد يعني كان ضغط معانا اشتغلت شوبير تاكسي تمام بعدين تعاملت في المقاولة صحنا شغل الحمد لله صحنا شغل في مطار الليد اشتغلت خمس سنين في مطار الليد في الحم اشتغلت في الحم اشتغلت سنة السبعة وسبعين كمان اشتغلنا كمان حركة حوالي سنة تقريبا وبعدين الحمد لله ضبطنا حالنا واشتغلنا براو عليك الله يعطيك الصحة شو قلتوا لو بدل ما لقيتوا عليهم فد شيء في الساحة؟ مين كان كيف؟ شو؟ مين كان ابو صافي ابو صافي شو قلتوا لابو صافي؟ هاي مرة بدين شرطوا الساحة والله دعونا شايف كيف رحنا لهناك كنت مشتري اوتومبيل جديد ومبسوط يعني مبسوط السهون وكان يعني بقول هاي الجنس الاوتومبيلات هذا طالع موديل جديد وديقم جديد ومشهور يعني بلش يشتري يعني اول ما هذا واخذت انا منه ولا جاي كامل فارس وكان كل اساتذه المدرسه برا في هذا في الساحه اجى الاستاذ كامل فارس ولا بقول لمين الاوتومبيل هذا والله قال له استاذ صالح ابو بقول له هذا للاخ عبد الله هون قال لي شفت اشتغل قلت له والله طويل قلت له والله يا استاذ كامل شو بدي اقول لك انا الحمد لله الله خلقني كيف الحمد لله الحمد لله على سبيل المزاح مزح يعني انا الله خلقني كيف المدرسي والحمد لله يعني الله رزقنا شايف كيف وعندي تراكتورات وعندي هذا الاوتومبيل وهذا وفي الخوفش كل اللي بتعشموني مش هتلاقي شغال يعني اول معلم كنت زي بصوتك كبير عاد والله اخ ابو صافي اخواننا في المناسبه هاي بحب اقول انه اول شيء بفضل الله وبفضل ومبدا وبتشجيع الاخوان انا كملت علمي تذكروا انا صف سابع تركت المدرسه ورحت اشتغل في الدكاني اما ابو مبدا اصر والاخوان شجعوني كثير خاصه زميلي فايز انه اكمل دراستي فرحت كملت الدراسه في الرئالي الثانويه في جامعه حيفا للبيئه وفي جامعه تل ابيب للامين هذا من ناحية التعليم، من ناحية العمل بديت أعمل كمعلم عند أبونا أبو مبدأ من الضغط استغفر الله بعدين اشتغلت نائب مدير كمان عنده اشتغلت مدير مدرسي واليوم بشتغل في التفتيش في وزارة المعارف متجوز عندي خمس أولاد خليهم مع أولادكم الله يخليك ثلاث بنات وصبيان اثنين الكبير صافي بتعلم في التخنيون سنة ثانية هندسة معمارية الله يخليك ابو شعيب هلا مضبوط مثل ما قلت انه الاستاذ الشبير زرع فينا روح المنافسه في المدرسه من الصف الثاني وانا لما ابو صافي صادق بس هو يعني بده يساير لما خلص من المدرسه انا انبسطت المنافس الوحيد انا ليش خلص من المدرسه يعني ما تحكيها لانه كان يحشرني صدقته وانت خلص المهم ليش طالع خلص راح كان عند خاله ولا عند سيدو عشان كان بده كان سيدو راح خلص يا صالح ليش خلصت يا اخي اما انا مبسوط اني خلص يعني اما انا بسايره ليش خلصت قال اخونا القيام قايم السنه الجاي قلت له ليش كل واحد اخونا يحضر عمله يعني اي بعدين القيام طالت ما شدتش رجع مدرسه رجع مدرسه خلص الصف الثامن اروح الصف التاسع وبقعد في البيت
علمنا سنة صار يروح يتعلم. قال زميلي قيمي قيمي. راحت سنة كلها ما خمسة أيام راح يتعلم. خلص الرئالي رحت على الجامعة يا صاحبي تو على الجامعة. قال زميلي قيمي قيمي. طولت قيمي راح الجامعة. وبعد بسنة قيمي. الله ما له ولا القلب غيري. زي ما حكيت إنه لما خلصت الثامن الأستاذ عبد الله محبت لإله. أستاذ عبد الله خريج مدرسة كدوري الزراعية في كفر كرم. شجعني أروح على كدوري في جبل الطور. رحت علمت في كدوري مدرسة داخلية 3 سنين. بعد ما رجعنا من المدرسة أنا ما بحبش الزراعة كثير يعني مشان خطك تعلمت الزراعة بس. على فكرة فايس في لك مكتوب بعد عندي مثلا. المضبوط قضينا 3 سنين في كدوري يعني عز العمر مدرسة داخلية وفيها كم فاضل بعد مدرسة داخلية وزراعية كيف الحياة فيها. جينا علمنا يعني كنا طلاب عند مبدل يعني علمنا تحت كلفه كمان مع المين مع حكينا لما رحنا عند الاستاذ عبد المنان شبيطه ورجعنا في الجيب وكيف قطعنا منه ونعملت مع مشوار ابو علان ابو علان بدنا مختصر بس الحياه بس المهم انه بعد شغله بدي احكيها مع الاخ فاضل انه لما في الصف الثامن عملنا مره امتحان عربي وانا اخذت علامه احسن منه وزعل صار يسب أشك أغلي أشك مش عارف شو قال بقول أستاذ عبد الله وين في قاموسي فما يبقى كلمة وين في قاموس طيب شو بعد يمكن بدور على قاموس يا بعدك يا بعدك خي شك حتى شك عشر كثير حيّدوك هاي أستاذ عبد الله أيوة ولا أشك أغلي أشك طيب جيت على المدرسه اخونا علمت زراعه ودي وعلمت طبيعه وعلمت بعدين اكملنا التعليم في الجامعه لغه عربيه وتربيه كان زميلنا كمال الاخ صالح واشتغلنا في مهنه التدريس بعدين اشتغلت ودي سكرتير مجلس زميلي كان الاخ دوخي في المجلس المحلي وكان لنا ذكريات كمان حلوه كثير مع ابو سليمان واليوم احنا مش صايرين مفتشين مع زميلنا الاخ صالح في المعارف فتش على التراث الدرزي والله مزبوط هاي الليله بعبرها ليله نور عمر ليله سعيده والله يعيدها علينا وعليكم ان شاء الله شو بتخيل بدك تذكر وين انت وصلت في الحياه بالنسبه لجد ولا مزبوط انا شو بصير يا عبد بعدك صغير خايف منها تجوزت انا اول واحد فيكم بعد لما انا تزوجت زان خطب زيدان خطب بعدين بعد سنين تجوز تعوقنا في المباركه تلفني قال ما بدكش برجلي قلت انا بدوخي قال لازم تعبرك بس كنا كاش لي معشات نقول على عطر بيش بيش معشات انا هذا كيف لو ابو كمال يقبضك ويحكي اصلا زمن المصدر ويحب المصاري تاجر في السمك وعندي اخونا عندي 5 بنات و3 بنات ولد سميناش عيب والله يخليهم على اولادكم ثمانية وسهيل جوزت وصار عندها بنت ولد بدوش يقولها الله يخليه أخ خالد والله لما خلصنا مدرسة سنة 56 في سنتين منهم عملنا فيهم شوية فانتازية هون رايح تلاقينا اشتغلنا شي شيء سنة 58 توت على الفينري اشتغلت حوالي 5 سنين أرعي مؤقت بعدين عملنا معاملة وفوتنا كبوة سنة 61 اشتغلنا هناك قسم في الجراج بعدين نزلت في مفعيل متكان في الريفينري مشميرة وسنة 75 مرضت وطلعت على البنسيا سلام نتمنى لك الجميع شفاء عاجل بس نسيت خالد انك مره كنت تصرف اذاعه مغني لا زمان انا وسنه 75 طلعت على البنسيا
ولحد هسه يعني انا باخذ معاش من الريفينري على اساس ليش يسافر. سلامتك يا سلامتك. ومتجوز عندي 4 اولاد 3 بنات وصبي. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. يعطيك الصحة والعافية. الحقيقة بعد المدرسة الابتدائية انتقلنا للناصري برفقة الأخ شكيب، قعدنا سنة في الناصري وانتقلت لحيفا أنا للأرثوذكس، كملت 2 سنين في الأرثوذكس، كملت 10 صف، وبعد 10 ما حبيتش أكمل، كانت ظروف شوي قاسية، طلعنا ساعدنا الاختيار شوي، وبعدين أهلنا في 1961، وبعدين بعد هاي المدة 2 زمان اشتغلت، فت على النمال على المينا، اشتغلت في المينا ولغاية هذا الوقت بشتغل في المينا 20 سنة الحمد لله، عم نترقى أول بأول ولسه منشتغل على المنوف، يعني ما عدناش نشتغل عمال صرنا نشتغل على المنوف فوق، اترقينا والحمد لله عندنا 5 اولاد. الله يخليك. 3 صبيان 2 البنت الكبيرة متجوزة قريب نصير سيد. أنا بنعرفش يعني. الله يخليه مع ولادك. الله يخلي لك إياه. أخ نجيب. إيش بدك تقطع عنك يعني؟ أنا مالك ومالي. لا 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 مش لا 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 هيك البرنامج هيك البرنامج. خلينا لا لا بدي أترجاك. حتى بدي أنط عن زيدان. حتى بدي أنط عن زيدان. ليش النط هذا؟ ليش النط هذا؟ ليش النط هذا؟ ليش النط هذا؟ انت لا بس انا ما عارضك يا هاي انا لا مش قادر احساس كلهم رؤيك انا عارف انا عمرك لا 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 ماشي لا 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 بعدك عنيت عشان نشيد بدك بعدك عنيت بعدين لا مش المقصد عارضك كمان مقبول سبب بعرفش اذا مليح اما مقبول. احنا قلنا اخوان خلصنا طبعا معروفين في 56 الاخوان ذكروا انه انتقلنا لكثير سلطه، وطبعا في اللي بيظهر انه في قسم بيذكرش مين كان معنا مين ما كانش معنا، ولكن مش هذا المهم. فعلا زي ما قال الاخ برائد والاخ فاضل انه كانت سنه حرب مثل حرب سيناء، وعودنا تركنا السنه في نص السنه، وصار يبعث فادر هان مدير المدرسة هناك على اساس انه نيجي بعث لعند دار بسامي سامي كيوف على اساس انه جيب لي فلان وجيب لي علان، صار ينتخب منا انتخابات. ابو نصر لقى مدرسة يهودية احمد نصر وكم واحد معه، وانا من الجماعة اللي عودنا رجعنا على التراسانتا، كملت سنة هناك، وبعدها كان للاسف الشديد كان في هناك معاملة شوي سيئة من جهة التفرقة، مقولة بكل اسف انه كان في اخر السنه كان مفروض انه في سكولارشيب، يعني منحه دراسيه لكل ال3 سنوات اللي بعد 10 11 12 وبعرف الاستاذ سامي، وكان مفروض في هذاك الوقت انا ضمان سكولارشيب في التاسع. على علمي في الفصل الثاني كنت انا الاول في الصف اللي اخذت الثاني في الصف، وانا بعرف انه كان بيني وبينه واحد اسعد فارس من الجيش كان ربع عالمي في المعدل، وانا بعرف عملت المستحيل اني تفوقت عليه، وانا بعرف انه العلامات كان عندي مضمونه انه انا متفوق عليه وماخذ سكولارشيب، واخذت حياه اخوي توفيق من هون على اساس انه انا ماخذ سكولارشيب. رحنا لهناك للاسف الشديد قالوا لا اسعد الشيخ فارس بيتس يو ان خاف فوق. قلنا لهم ما وقفتش هاي معنا، زعلنا تركنا التراسانتا، جينا انضمينا لابو رائد والجماعه هناك، وكمان كان دوخي اول سنه هناك وتظلت شباب في الصف. كنا 3 اكثر كمان هناك، نتذكر كمان نقطه مع الاستاذ مع دوخي كان صالح مع دوخي مع معلمه الطبيعه لقاها في الفرصه هناك بقول لها شلوم تيغا والاخ نسى حاله في الفرصه، اجى متاخر على الدرس كان درسها بالصدفه هناك، بس اجى تليفون قالت له شلوم تيغا اخوتها. نقطه ثانيه مع حياه ثاني كمان كان بدي كمان اجى معنا لهناك بده يعطي صور للسكرتير هناك على اساس كل طالب المفروض بده يقدم الصور تبعه هناك. هاني مد ايده على جيبته ما لقى الصور، قال له ايه دخل ولا باطل خذ اعطاه خالص.
ما قرضك صورتي. المهم انه كملنا ثانويه هناك مدرسه يهوديه، خلصنا البقروت هناك وكملنا هناك. هسه الحقيقه الحق يقال حاولت اتهرب من الجيش. حقيقه ليش؟ لاسباب، لانه في المدرسه اليهوديه شعرت في صف 11 كان في راسي فكره انه بدي اصير خارجي. كان في دعايات كثير لمدرسه الطيران، اسرائيل هتدين متايس الى اخره. رحت انا من الصف حوالي 5-6 طلاب يهود، وبكل تواضع بقول كنت متفوق عليهم كل اللي راحوا معي قليل لهناك. المقابل هناك كان راب سيرن هناك عنده تاج، من عارف انه انا مش يهودي اسود وجه، لانه سالني كل الاسئله وكان مبسوط. بتذكر حتى جزء من الاسئله اللي سالناه باختصار. المهم انه هناك قال لي تا يفتحوا الكورسات اللي بيبعث لك، وبعثوا لي عقب ما بديت صرت بدي اخلص نص الصف طلعت. من هذاك التاريخ، نعم، من هذاك التاريخ حطيت في راسي او بروح طيران او بخدم الجيش. وفعلا وفعلا هذا اللي صار. صار مدير الاشكال جيوس هناك صار يعرفني، هو سكرتير وشوفوني تفضلوا هناك. صار لي مرات طويل عريض هناك، وقفوني مرتين قلت لهم مش ممكن. صار يعني دائما جدال بينه وبينه، المهم بتروح شاجر. باختصار خلصنا رحنا على مشان تتخرج من الجيش. كمان حياه ابو حوش عمل لي وصي، دخلت جوردون فصل على اساس اعطوني تاجيل من الجيش. فهي الفتره رحت تسجلت في جامعه القدس انا والخليل كيوف ومين كان معي كمان، ما طلعش جمله مهمه. انا قبلت لهناك لموضوع علم النفس، وكان في سنتها كمان فاضي كمان اجى معنا اول سنه على كليه الزراعه هناك لانه تعلموا في جامعه القدس. كملنا هناك في علم النفس والتربيه. وعودت للاسف الشديد في هذه الفتره كمان في حياه ابوي ولحقت في حياه اخوي، كانت عنده ظروف قاسيه جدا. اضطريت اشتغل كمان هناك في مستشفى الامراض العقليه فتره طويله مشان كمان اعين نفسي من اول سنه في الدراسه. كملت هناك فتره طويله شغل، بعدين انتقلنا لهون. عملت تكمله في الاستشاره في جامعه حيفا، اشتغلت في سنه كامله في اصلاحيه في كليات اتا فر اتا، وفي نفس السنه كمان تعينت كمدرس ومستشار في مدرسه التبدالي، ولم ازل لحد اليوم مستشار تربوي في التبدالي. عندي تجوزت 73، عندي ولد وثلاث بنات. الله يخليك. ابو الحكم قصتك طويلة في الحياة، بدنا اتعرج على كل دولة عربية بس تعريش. أما أكره بلاش بكره. لو بدنا نسمع قصتك، بدك جمعة. أي جمعة بدنا أشهر، بس بتقولنا أبو الحكم، بس بتقولنا أي بلاد زرتها. منين فتت ومنين طلعت؟ لا وبدي يقول لي إذا كانت لاقى مع بتمرها راح أروح ولا لا؟ لا خليه على راحته يخرف شو بده، وحكم خرف على كفياته. الشريط بكفيك للكل. والحكم خلص المدرسة. سعدت اختيار شوي. اتعلمت القمار، لعب القمار. معيش من معلولة. صرت أبيع خام وأروح ألعب القمار. أبيع خام وأروح ألعب القمار. انتهت الدكان. شغلي مش موفيه كل حياتي يعني داير لا شغلي ولا عمل. اخذت فتره من الفترات في الكيبوتسات، صار الي مع باباي، هاي بابام وباباي كانت احزاب تعرف اغراء ما اغراء دخلت فيه. اخذت شغلي مهمتها كمان حسين بالضمن، كنت معي في حفظ بحسن الاخ حسين، كان معي في حفظ باختنا. واقف جنب الجزر طويله. ابو الحكم هاي مفاجاه، حسين كان مضطر زمان. لا ما كنت تاخذ شغيل على الكيبوت. لا راح يشتغل عاد. واقف الزلمه على البيت كلنا نسبح وواقف لا وعي. قلت له اجلد حالك يا عم. اجلدت حاله اختنقوا. لا المهم خيا يوم الايامات قاعد في البيت يمكن الساعة 7:30 أو 8 ولا الباب بدق. هاني العزام جاي لعندي أما بلاجي غريبة. اطلع 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 خير إن شاء الله. قال أخوي إسا بدي إياك ضروري ضروري ضروري. عبد الهادي؟ إيه عبد الهادي. حطيت هالبلطة علي، ظليت ترى عبد الهادي.
حضر كوباية حليب وفنجان قهوة. خير يابا؟ قال في عندنا عرس في كيبوت السعد. هذا على حدود غزة. والله شربنا الخاوي. أنا مخبي قرشين ثلاثة مع أختي حسن. إمه لخير ولا رزق ولا كريم. لميخ دي أحمد اليوسف حياته. هاي القصة، هاي القصة عفوا، هاي القصة اللي بنسمعها هاي الحقيقة. الواحد دخلها شكل إنه هو راح، لا هو راح هذا، أما هاي القصة الحقيقية. المهم أخذنا هالقرشين بالقوة. وطولنا على أختنا وضربناها وخلنا القرشين وظلينا رايحين على كيبوت السعد. أنت رايح على الكيبوت؟ لا مصر ولا رفح ولا خان يونس. رحنا على الكيبوت والله شربنا هناك رقص ودانس وهي هوايتي. الله يعزك. وبعدين يعني الشرط الأبيض لحد اليوم بعن علي أسر حمد. برافو عليك. والكوكو كمان اجره بعد عبد هذا كان نجيب كان عندي كيف نجيب هذا الكوكو هذا لا بيكبر ولا بيصغر. طيب المهم والله طيب الساعة 12 من الواحدة الليل بتذكر قعدت جنب براكية في الكيبوت يا سيدي يا رب اليوم الشرب مش ضارع على السكر اسكت زي اللي اسكت قال لي عبد قمت نروح لنا في بير السبع في الاوتيل شوف من سعد بدي اخذ بي ماشي على بير السبع يعني يمني في الاوتيل وذو راعي ما بلعبك يا اسا لما انضربت اول رصاصه عفوا انضربت اول رصاصه وثاني رصاصه صحيح وين صحيح؟ في معمل البلوك تبع غزه بعده لليوم موجود على حدود حرفي بعد لليوم بعمل فيه اي سنه كان ابو حمد هذا هذا 1961 والله مسكونة هنا يا جماعة كل ما أحكي كلمة يقول لي انكتم ويضربني كم يقول لك أنا عايش في مصر شو انكتم ويضربني يا ابن القدمة ويا ابن يا الله عاد أخذوني على السجن تريحت شوية تفقت مني دووني يعني عالجوني دووني الصحيح بقول لهم وين انا بقول لهم مصر اسم المحقق تبع الاستاذ غريب اسجان الوف موجود لحد اليوم في تل ابيب كان يصلي ويصوم ويركع وبقي الساعات مصري اليوم في تل ابيب هو مزروع اسجان الوف يهودي ولقاني يعني بالصدفة واجى لعندي على البيت المهم والله وصلنا غزة نعم يا ابوي شو بدكم مني؟ ارسم لنا بحيره طبريه قلنا لي نسمع المغيطه بعد موجوده في عجبه كنت اتيس ولد في المنطقه كنت اطلع على 36 جدان عطشي 38 وين فر الضرة في الصغير؟ قلت لهم الكل يا عمي والله والله باقي ما بعرف وين الضرة في الصغير شو بعد اي فر الضرة؟ شو الضرة؟ قال لي ما بدنا ناخذك اشطاف الطيار عبير السبع الدنة وين فر الضرة؟ الكل يا عمي خاف والله مشاكل صحيحة يعني مش عيب خاف والله ما بعرفش شيء المهم مختصر قال متعة بيت خالتك قلت له على بيت خالتك ايش لحظة ولا تطلع انا وعي البس البدلة الحمراء البس البدلة الحمراء عشانك حط برقع اسود وبس عينيك مبين وفعلا يعني شوف لحد وين يمكن اقوى من قلبي بقول فش بشري عندي قوه قلب بشكل غريب حطوا لي كرسيين ووقفوني على الكرسيين وعلقوا هالمرس هذا فعلا قالوا لي يلا شو اطلب اتمنى قلت شو اطلب اتمنى قال لي ما هذا بيه نزلوني على الكرسي وفتحوا هالبير بعد اليوم يعني غرفة اعدام في غزة مين ما راح يتفرجها يعني بعد اسمي كمان محفور عليها فتح البير صرت اشوف يا الله وناس شو ريحة شو دم شو قرب هذا يعني محلات الهاب لسه قعدت خذيت قعدت هناك موجود 14 يوم
هسه اشوف زميلي حاطط اجر عايدين والارجيله قدامه ويضرب ارجيله وانا اضرب كرابيه. طب ما بيصيرش. عبد العابد. طب يا ناس كيف هذا طب يشرب ارجيله وانا باكل كرابيه؟ يا اخي عابد اشطر مني، كان اذكى مني، اكبر مني. واوعى منك كمان. كان مخلص مسمار البول. وبعدين اوعى مني وحربوك اكثر مني يعني. ايش بيسالوه جوردن يعني بي مصبح الطبرية. انا بعرف شو جوبي. بحر الطبرية. ارتب اللي بعرف ملك، انا بعرف ارتب بحر الطبرية. المهم والله. بمختصر اتباق 45 يمكن 46 ساعة. فات علي ملازم من الرامي اصليته. اسمه الملازم فخر الشحالي. اسمه مش ممكن ينتسى لولد ولدي. فات علي لما فك المرس من ايدي وفك هذا يمكن بفش من الباب والله يا رب. ما نكونش يتعرفوني. لما انعبطت وقلب قد هيك في ايدي نحتيت الروح. قلت له شو بتتعمل فيه؟ قال لي لا تخافش. اما فعلا لما جرب لعب في الجير اثرت في الباسي. مش عيب يعني. اول مره شعر بدني وقف زي المسامير. شو عمل يا اخ هذه؟ لعب في الجير. قال انه خلص يعني لا مش انت يفلع الواحد يوقع في الجير يعني. فكر فيها. المهم اخذني هذا الملازم احترمني، دخلني سيجاره، سقاني في قهوي. قال اليوم بدنا ننقلكم على الكندا في القاهره. على الكندا على الكندا. ركبونا الساعه 6:30 الصبح. وصلنا الساعه 9:30 القاهره. طلعت على الباب مكتوب عليه السجن الحرب المركزي تأديب وتهذيب وإصلاح قرب الإستاد في القاهرة. طبعاً حضرتك؟ طبعاً مش في مين يا أبو الحكم في هذاك الوقت في مين كنت تتذكر؟ كنت تذكر الأستاذ حنا؟ في يعني يمر عليك ما يمر عليك المهم بمختصر يا عمي خلاص كان بخير روحنا على البلد فتحنا سنوكر لا 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 رجع لا 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 سوريا يا اخي طويل كثير مره لا بس مرقة 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 مش بالتفصيل وبير وهذا جبنا من البيارة خوفنا هاي بعدين نعملها جلسة ثانية هاي المهم هاي على حلقات ايوه نفونا على سوريا من سوريا نفونا على لبنان من لبنان جينا على اسرائيل منيح عليك على اسرائيل طلعنا على اسرائيل أي سنة رجعت إسرائيل؟ سنة الـ64 الـ64 كنت دامت المرحلة يعني لا يا زلمة شو 64؟ هو قعدت مع بوجهة عبد الضيع هو قال 60 طلع سنة الـ64 لا 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 4 سنين قعدت مصر؟ أربع سنين طلعنا يا أبو شروفة طلعنا من السجن حبسنا في السجن تقريبا أقل من 96 شهر شوي هو في إسرائيل؟ إسرائيل عشان بالشمال باليمين الله بيعلم صغير قديش قعد؟ نعم صغير المهم طلعنا قال بدي أجوزك شو بدك تجوزك؟ قال بدي أجوزك قلت له بالأول تشتت أشوف اشتغلت عند نواف جوز سلطاني جوز أختي اشتغلت عنده في الشمال يعطيني 300 ليرة في الشهر كريت المرأة لك حالي مديون 20 و30 وخيك حربوك شوي من التجاور من التجارة معلوم ضربت يعني مناح عملت شوية مصاري جاني بنت أول ما إجاني بنت أي سنة تجوزت هل؟ نعم أي سنة تجوزت؟ جندت سنة 71 تجوزت مش زي ما تجوزت بعد مقدر السجن أنا بقول لك عشان يبقى الأسنان تاخذنيش بعد من رغبة أنا سمعت جنست لا تجوز قاعد يا حاشم لو تدخل السجن مرة وياي لا تعوف المحكمة والحكومة وتقول الحق وياي هاي كان يغني لي إياها في الكرات الشرقية في الخربنزة شارع عيادة الطبية بكتي هاي بدها حموصة سعدني قلت له في الحياة ما ضلش يجي على علاقة في كبير أما الإجاني ذكر حتماً حيكون اسمه الحكم
وفعلا وفيته يعني وفيته وكفيت. الله يخلي لك اياه يا ابو عيش يا ابو عيش. عندي حكم ووافي وعميد. الله يخلي لك اياه. الله يخليه. والحمد لله يا مستور عايشين. الراسمالي من الراسماليين لو فيش في جهه التجاره بخليش ولا يكون الشقه يكبر عني. برافو عليك. برافو عليك. الحمد لله. مش المهم المصاري يا ابو الحكم. مش مهم المصاري، المهم النفس كبير. الحمد لله الحمد لله. والله لما طلع اشحابي وعابد بن هون ما حداش فكر انه يرجعوا بعد يشوفهم. صحيح. قال لي انه هم بده يعيشوا. لو بده يقعد يقسم دوري. رجع شوف رجع اتجوز وخلف ظنا. انت نسيت. انا ما نسيتش شو نويته. شوف انه يعني بظني افكر انه جزء من رحمي عنه. شو كان غني؟ شو الغنوية اللي منك؟ اي شو الغنوية؟ المغطسية؟ قلنا له انه بتفكر الغنوية كان يغنيها الاستاذ غنى لنا اياها في الباص. قلنا له انا بتفكر انه كان يغني الليالي ملاح الليالي ملاح. الله الله قال المنتج. طيب ما نحكي عن حالنا المخرج. بحب اشكر الاخ بردان على هذا اللقاء وعلى السفره التاريخيه. مشكور. نشكر الاساتذه كمان اللي اجوا من بلاد بعيده ولبوا الدعوه والاخ ابو فراس والاخ ابو شكرا شكرا جزيلا. بعد ما خلصنا 56 انا مضبوط ما تعلمتش اول سنه، تعبت في الزراعه. بعدين ثاني سنة نزلنا تعلمنا في تكون حداش في معية الإخوان مصر وحسين. أما المضبوط علمنا سنة سنتين كنا طال قميص. بنات حوالينا مثل الشتاء. وهذا والله بدك إياه. وهذا وين بدك إياه؟ نروح الظهر نخلص الدروس نروح على السينما. نضل إحنا والبنات دائما. جايبين صباح. وهذا اللي تحبوه. وهذا اللي تحبوه. بس الكل قاعد يقول أنت بس. نصر بقاش يسترجي من فوق. سيروا حياة هاني الأديب خيرا نطلع ونشم الهواء المضبوط. يعني قعدنا سنتين مضبوط تعلمنا العادات اليهودية والأشياء الشعبية. الشعبية منيحة ولا مش منيحة؟ بعدين هذا كلام دوخي. أنا يوم رايح لعنده على البيت بلاقي دوخي قاعد ماسك ورقة عم بطلع فيها. بقول له تعال تعال شو رأيك؟ قال بقول لك رأيي هالورق. قال لعي لغة عربية بس مش مفهوم. قلت له شو هذا؟ قال بقول لي دوخة عم احنا في العبراني. قل لي شو عم بقول؟ مظبوط. بعدين تعلمنا في مدرسة ليلية إدارة حسابات وفي سنة الستين كنت على المجلس اشتغلنا مدير حسابات وفي سنة الخمسة وستين الأربعة وستين دخل الأخ مشايف اشتغل سكرتير مجلس محلي سنه سنتين وكانه ما عجبوش المعاش وخلص وقال مش قادر يضايق الزيدان واستلمنا محله وبعدنا من يومتها بنشتغل سكرتير ومحاسب المجلس المحلي. تجوزنا سنه 63 وجانا خمس اولاد من ثلاثة أولاد وبنتين وبعدين قلنا يا أبا بنفعش لازم يكون شغلة تيكو. ربنا هو تعطب زي ما قال معاني. شو هالدولة؟ أي سنة كانت هذا العطب؟ السنة كانت سنة 86. رحنا بتبعية منبدع على بيت بيت براءة في القدس اسمه أرزا. هناك سكروا علينا الأوضة وقالوا دوخي متختم. والله متخيل اللي زبطت وزبطت. جبنا بنت. ليه وعجبت بنت؟ اجت بنت. قالوا له كلوا منا قام بنت. عجبت بنت. اجت بنت عندنا قلنا لها شو ما بدها تسميها؟ قال أنا بعرف بسميها هيك هيك. قلت لها لا هاي لها تاريخ اسمها أرزا. شو؟ قلنا لها بتتذكري ليلة ولا ما بتذكر هاي البنت اللي نسميها أرزا. ولا طالش ولا صراحة. السنة تعال أبو بهيج الجمعة على بيت إبراء. قلنا له شو؟ أنا بتبشره صغير بس بشر جيل. قال لا أخونا
جبت في بيت براءه انا زاس بدنا ناخذك عشكولن تجيب اشكولي اشكوليت والنار لا يا ابا ما عدتش تظبط اشكول ماشي يا مشاري يا طيب مش مش اللي كان مع الاستاذ حنا بتذكر اني انا كنت حريف. قال انت كنت جرس يجي بكير صغير. بس يوم من الايام انا رحت بكير. اديت على غرفه المعلمين. كان عندي عادي وانا صغير انا وفايز وفكر اغلب الشباب بجينا كنا نقرا كتب. اي كتاب كان عنتر مش عارف ايش. هسه كان في عادي عند الاستاذ حنا كل ما عدى على الصف الاقل وكان يشكل ياخذ ويشيل. بس انا جيت في بالي طب بس احنا اخذ لي مره اكثر ابو خلف بدي اطلع لي الثالث من الثلاثه من الكتب شو بدي اعرفه؟ بعرفش الاستاذ حنا بعده بتذكر هاي انا بقولها في كل محل انه هاي الحقيقه بتذكرها سعيد وهي اثرت في حياتي كثير فاديت انا شوي شوي مش حدا طلعت بدي افتح شوي كنت وقع الكتاب على الارض ما حتى اديت الاستاذ حنا من طلع فيه قولي سري ما حكاش معي في الاول ابتسم لي هيك قولي طن الجرس انك تبي الجرس ايش بعدين بدالي بهاي الشيء ساكت كذا ايش هذا اللي قال طلع سري بعرف شو انت كنت بدك تاخذ اما بدك تاخذ لا خلي بديش اعرف وبديش اعمل يمكن بكلم مصاري اللي كان من البلد اما انت شاب في اول حياتك تسحب كل شيء دير بالك مستقبلك حياتك بدك تكبر بدك تعرف الحياه بدك يمكن تتوظف يمكن تروح للجيش يمكن شيء الامان هو كل شيء كون امين مضبوط فكر انا تاخذ شيء مش الك تنجح في الحياه يا جماعه هذا المثل اللي صار معي واللي ساعدني في حياتي والحمد لله علم الانسان يحكي في حياته كل احترامات الموقف الثاني كان مع الاستاذ زكي لما خلصنا انا كنت مضبوط دائما ليش؟ ابوي مددني ابوي كان شوي يحب العلم مضبوط قاسي ضحي قاسي شوي قاتل حاله من شانه يعني بده يعلمني ماخذ الشهاده انا اطلع عليها من الاستاذ زكي انا ما كنت شاطر انا ما كنتش تيس يعني 10 11 بعرف قديش يمكن الاستاذ بيتذكر اكثر متوسطي قال اسمع صالح شو مالك؟ قلت له استاذ المصري هيك ابوي معلمني وانا خايف اروح اصلا يعني لسه ما اروحش على المدرسه احسن ما اروح اصلا خايف قال اسمع سامي هاي الشبل هاي الشبل انا بشهد له اياها في حياته كمان له فضل كبير علي له فضل بشهد على كل وقت قلت له اخونا انا بديش اروح مش عارف بدي انزل قال لي لا لازم تروح وين بده يروح لازم تروح لازم تدرس ولازم تجتهد وحتى اذا ما كنت شاطر في الابتدائي ولو ما كنتش شاطر في الثانويه تصير تتعلم لحالك وتدرس لحالك في المستقبل وتجتهد ممكن انك تنجح وهذا كمان اثر علي كثير لدرجه انه انا لما رحت تعلمت وبتذكر قال لي انه سمع الاستاذ جورج رايسي انه انا قوي كثير بالعبراني فعلا مش عارف ليش هاي العبراني من اول صف رابع حبيتها يعني حتى فايز بيذكر مع انه فايز كان الاول مش بس هون كان الاول في الاخر في الفرنسي اما انا في العبراني كنت اشتغل منه مش بس عبراني وانجليزي كمان الانجليزي كنت انقل انا كنت اقوى واحد عليك انا بالانجليزي اتعب ويحكي على المعلم يقول له عزام يقول له يا استاذ المعلم يا اخي عبد العزيز تبع اقول له يا زلمه في انا عزام كمان يرجع ثاني يقول له اخ عزامك يا عم ابي عزام ثاني والعلم يا عزام كان في شويه ثقل في الانجليزي مش كله شطاره اما عبراني مع العلم كان بتعرف الاوائل من كل المدارس انا في العبراني الاول فضل الاستاذ جورج رايسي في الاساس ايوه اما فضل كمان الاستاذ زكي لانه قال لي نبهني للنقطه هاي قال لي انا سمعت انه انت قوي كثير في العبراني هاي دول بتذكر كلمات بلاش اضل اتذكرها هاي دولتنا دول يهوديه دولة لغه عبريه دير بالك عليها بتنجح بتتعلم منيح بتساعدك في حياتك خلص عززت ثقتك في نفسك خلص تعلمت من السعوديه انا الاستاذ نجيب وخلصت صف 11 بس
بعرفش كيف هيك لعبوا في عقلي، قالوا لي روح للجيش بتتعلم بتصير ضابط الجيش وبدي الناس متعلمين. حتى ما استنيتش تاجاني الطلب، رحت قبل الوقت للجيش. وهي كانت غلطة عمري، بجرب دائما اعوضها. رحت للجيش، كان في كاريرة سباقية موت سلاح مهود في ذاك الوقت، لأنه كانوا قليل متعلمين أول ما أنا كنت في الخمسينات. وانحبسنا سوا. انحبسنا بعد شوية ساعة، وأنا ضربت الضابط وجيت طب إنك أنت ضربته. قبلت وبدي أروح يعني في نفس الجمعة عند الأستاذ دوخي أنا قاعد، قال لي جاي أبو عنان، بعرفش إذا بتذكرها، كمان له فضل. قال لي صالح شو عم تشتغل؟ قلت له والله بدي أروح على مخون بنجيت، أما عم بيقولوا لي في خطروا على صدوم مع الشيخ لبيب اعمل شوية مصاري ابني مستقبلي. قال لي لا. قلت له ليش؟ قال لي طالبين اربع وظائف في التسويق، في معمدين كثير، كيف انتوا العبراني؟ قلت له هاي الشغله الوحيده اللي بتقن. قال لي روح. الحمد لله كان 21 واحد، وفي الاخر من 21 اخذوا واحد واخذوني انا. كان في امتحانات هناك كفوف، يعني كانت ناس متعلمين، ناس من عسيتيا، كانت بتذكر اساميها، بتذكر من جماعه الجامعه اللي يعني مشهورين، فؤاد شابي اللي كلكم بتعرفوه، كان مقدم طلب وكانوا اختاروهم اللي انقبلوا. وهذا الحقيقة طلبت منه الأستاذ دان أبو نساء، لأنه هو اللي فطني على الشغلة هاي. التسوية لما انقبلت يعني أعلى من أصغر موظف بواحد، يعني فيش غير الشماء أو زيش الباكيتكم خلال 16 سنة في المؤخرة. 16 سنة قعدت التسوية؟ 16 سنة ونص. في الجاتب على الأستاذ حنا، الأستاذ زكي يضلوا في خطر. كل اللي اشتغلوا في التسوية، هذا مش سر، السر مكشوف زي ما قالوا، كلهم طلعوا مليونيرية. أنا لما طلعت مديون 280 ألف ليرة، ما كان معي 6000 ليرة. بلا ما أخذ هناك في شروط. بلاش حاجة يا شباب. هناك في شروط. أيوه بدك أقول حق بدك. هناك لما أنا كنت أطلع مثلا أنا وشيخ من بيت جن في الوعد. زي الروماني. أنا معك عجاج. نعم. خلصت أنا بس له. لما كنت أطلع أنا وشيخ من بيت جن في الوعد، مين جيت من غير الله سبحانه وتعالى؟ كان يقول لي عم حط لي الحد هون اللي بدك اياه. محامية اصحاب اوتيلات في حيفا. الحمد لله. يعني التوجيه حلو، درست، حفظت كل قوانين الاراضي، خلصت من توصلت القمه، من اصغر موظف توصلت نائب المدير، يعني وزير سبارشتاين تبع المدير. ما شفتش لي مجال بعد اتقدم، انسان عنده طموح في الحياه. ففكرت اغير، فتحت المصنع. المصنع كان عندي ضربات قوية، ولا الله هيك سطر، ولا أنا كنت لازم أكون في السجن، لأنه بس فتحت المصنع كل الأنظار توجهت إلي، صار عندي مشاكل كثير، 7-8 سنين انضربت كثير، الحمد لله اليوم عندي مصنع مستعد، يعني لما أحسن مصانع وأكبر مصانع في إسكا والدالي والمنطقة وقفت في الشتاء وفي المناطق، أنا كنت أعطي شغل ومصانع ثانية برا. الحمد لله نجحنا ما شاء الله في معيشته ونضلنا كل يوم. أي سنة تجوزت يا أخ صالح؟ تجوزت في 68، عندي بنت وخمس أولاد. الله يخليلك يا رب. أنا وياك مخلوق فيه وإن شاء الله قريب كمان تتجوز يا إخواننا دار منصور. خذها مني. إن شاء الله. بصير سيد إن شاء الله بصير سيد. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. أخ أبو فراس مظبوط، أنا بعد ما خلصنا المدرسة سكننا في الطريق. اشتغلت في الكبوس ما يقرر عن 3 سنوات. بعدين تجوزت في 62، اشتغلت داخل حيفا، انتقلت على حيفا، لسه بقى ساكن في حيفا. اشتغلت في العمار ما يقرب سنة. بعدين قلنا مش موفي شغل العمار، رحت دخلت دورة وانا مدير عمل. اذا استمرت الدورة ما يقرر عن 3 سنوات، اخذت شهادة مدير عمل، ولسه بقى بشتغل في شركة دكتور زخاري مدير عمل. الحمد لله. تجوز عند 5 أولاد، 3 بنات وولدين. الله يخليك يا رب. هو في شيء مشترك بيني وبين ابو شكيب، وعنده توانه اليوم. ابو عنان وردان بصوره خاصه على المبادره وعلى الفطنه. وثاني شيء بقول انه هذا لقاء غير اعتيادي تاريخ خريجي المدارس الابتدائية أو الثانوية، لأنه قل ما يجمع بين معظم الطلاب ومعظم المعلمين اللي كانوا من ناحية العدد أقل في هذا الوقت. فلذلك نعتبره اجتماع قمة. أعتبر اللقاء هذا أنا شخصيا فعلا يعني من كل جواحي بحكي لقاء روح، لقاء عقل، لقاء قلب، لقاء بين الطفولة وبين الرجولة البالغة.
واستمرارية من سن طفولي لسن اللي فيه أصبح قسم منا أجداد. فأمسي من هالنوع تربط بين هالأجيال هاي وبين السنين قد تكون نادري أنا في تجاربي، وطبعاً أنا بحكي باسم الكل يمكن نادري في حياة الجميع. ولذلك يجب أنه هاليوم هذا أن نضعه كيوم اجتماع لنا أو موسمي أو شهري للي ممكن. وأنا قبل ما أخلص الحديث بدعي ليوم من هالنوع، أول أسبوع، أول يوم جمعة من أول أسبوع في شهر 7. إذا تمكن الجميع أنا داعم من إسا على العشاء للجميع الإخوة على أساس أنه شكرا يا أبو عناد، شكرا يا أبو عناد. أكرر دائما لأنه أنا بشوف بعيد كلام اللي حكاه الأستاذ زكي، مش فقط أنه لقاء بين الأديان، إلا لقاء بيننا إحنا، بيننا إحنا كبشر كوناس أصبحنا قسم منا أباء، قسم منا أجداد، إحنا مربيين. وأنا كتبت لك في الورقة لو بعرف أولادنا ومنعلمهم عن علاقاتنا اللي كانت وعن مغامراتنا اللي كانت كصف، عن طموحنا اللي كانت، لأن أول صف منه بيطلع 7 طلاب بذكر في حينه يتعلموا في المدارس الثانوية في تاريخ حسفية. فهذه كانت سابقة اللي شجعت فيما بعد معظم الطلاب، طبعا بغض النظر عن سابقة الأخ داود والأخ سامي والإخوان، ولكن أنا عم بحكي كمجموعة كصف أول مرة في تاريخ حسفية بتكون هاي المجموعة في الطموح. لو سئلت أنا في كل مكان إذا كنت بتفاخر في أي شيء، بتفاخر في الإنجاز اللي أنجزوه أولاد صفي في المدرسة الابتدائية. كمان مرة أنا لا أتملق أبدا عم بحكي، لأنه هيك بشعر، وأنا هيك بشعر كمان مع الإخوان بصورة فردية. لما بشوف إنسان في ضريبة الدخل أو إنسان في التسوية أو إنسان في الريفاينري، أنا فخور إني أشوف إنسان بعث وربيت معه وقضيت معه مدة، وفي بينه وبينه معشر، وفي بينه وبين الحوار، وفي بينه وبين الجوار. هذا إشي أفاخر فيه أنا. لذلك الصف هذا كان شبه مرآة تابعت وعسفية رأت نفسها فيما بعد من خلال المرآة هذه. وبالنسبة للبيتين الشعر اللي قاله الأستاذ عبد الله يونس، عسفية كانت، وهذا أحد اعتزازنا الجميع ويشهد على ذلك ضيوف عسفية اللي بقوا هون واللي تركوا عسفية في فترة. أنا بعتقد أن عسفية هي فريدة من نوعها في القرى العربية كلها في إسرائيل، في ضيافتها، في إقراء الضيف، في عطفها عليه. حتى إذا إنسان طرب الجيري استجار في عسفية وأصبح ابن البلد وأصبح ساكن البلد وأصبح من أهل، فلا أرى قرية عربية من تجاربي ومن زياراتي ما بشوفش قرية عربية ممكن إنها تقيم علاقات مع الضيوف ومع القادمين ومع العاملين في نفس البلد كما كانت وما زالت عسفية تقيم هاي العلاقات تجاه الضيف. ولذلك بعثنا جذور وبعثنا ثمار وبعثنا غصون من أصدقائنا اللي كانوا هون وتركوا وحاولوا وجربوا مكان عسفية وأهلها. هذا إشي إلنا شرف فيه إنه نعرف بيوت ونعرف أصدقاء ويتذكروا إنه عسفية هي بلد مضياف وتقر الضيف وتعطف عليه وتحسن معاملتها معه. وهذا يثبت ما قالوا الأستاذين الكريمين إنه ماضينا وحاضرنا هو علاقاتنا مع بعضنا البعض وكفالتنا لبعضنا البعض من ناحية الاعتراف بالجميل الواحد اتجاه الآخر. وآخر شيء بحب أقوله في الموضوع هذا إنه للأخ بريدان عجاج، إنه الإنسان يتغير والإنسان ضحية الظروف، هذا ما قاله نابليون. ولذلك العلم ولا مرة كان مقياس للإنسان، الإنجاز كان مقياس للإنسان. وإذا كان العلم والعمل اتحدا مع بعض البعض، فقد يكون إنه الإنسان يتقدم ويخطو خطوات واسعة في حياته. فلذلك
بقول انا انه كل انسان منا انجز شيء، يكفي انه انجز عائله، يكفي انه انجب عائله، يكفي انه ثقف اولاد، يكفي انه في عطف على بعضنا البعض ونذكر بعضنا البعض. ولذلك الحلقه هاي امل انها ما تكونش ظاهره عابره لمره واحده، لانه صار في محاولات في اسفه في السابق واجتمعوا في ليله ما كانتش طويله زي هاي الليله، ولكن هالظاهرة فقط وكأنها ظاهرة فقط في نفس الوقت عابر. فلذلك أنا بشكرك، أنا بشكر الإخوان جميع، أنا فخور في كل إنسان من بلدي. وإذا بدكوا أحكي باختصار فلسفتي ليش كنت بعدي تعلم في القوة، لأنه كان عندي وما زال أخ جبار قاسي بده يعلمني، وأنا ما كنتش ميال للعلم. أخوي فوزي وإخوتي مولوا علمي وخلصنا الثانوية، وأنا شريك لكل شيء قالوا الإخوان اللي شاركناهم في المدارس إن كان في ترسانتا ولا في تيخون حداش، كل شيء صار معهم صار معاي. ولكن لما بدينا نتعلم أنا والأخ فايز في الجامعة أدركت إنه في دولة من هذا النوع لا يمكن للإنسان أن يتقدم إلا إذا كان الطموح تفوق مخيلته. ولذلك في دولة يهودية وفي دولة تكنولوجية وفي دولة فنية وفي دولة تصارع العالم كله في إنتاجها وفي بقائها لازم يكون شركاء في بقائها. ولذلك مرينا واجتازينا الخطوات اللي لازم نجتازها كأناس مسؤولين. أخو فايز حدد أو معظم الحديث اللي قالوا التنافس، التنافس اللي كان بيننا، يمكن أنا كنت أشوف حسين أدركم بشتغل فضيلة للدخل، أنا بدي أشتغل شغلي ثاني، والتنافس هذا كان أن أنتج ثمار خير للجميع. يمكن أنه الإنسان يوصل حد معين ويكتفي، ولكن منا الكثيرين ما اكتفلوش. فلذلك تعقد الله الكل. فلذلك أنا بقول كمان مرة أنه للإخوان اللي مدحوا الأساتذة الجميع للغائبين والحاضرين، أنا أنضم طبعاً لجميع الكلام وأقول إنه لم نقصر ولا مرة مهما طال المديح بيننا وبين الأساتذة، لأنه هم كانوا الركيزة الأولى أو الانطلاقة الأولى في حياتنا الاجتماعية. وأتأمل إنه هاللقاءات تستمر ونخلق من هالموضوع هذا زي ما قلت زي مش تقارب بين الأديان، قد يكون إنه تفرقنا حتى مسيراتنا السياسية في بعض الأحيان في أسفل، ولكن أمسي واحدة لازم تجمعنا كأولاد بلد، كمسؤولين، كأحباء، كأولادنا مشتركين في نفس المدرسة. أنا ابني وابن حسين دائما مع بعض، هذا استمرار لتاريخ معين، ابني وابنه كانوا مع بعض دائما، استمرار لتاريخ معين. فلذلك إذا حاولنا إنه إحنا نجتمع ويشوفونا عم نجتمع، وأنا بقول لك عشان إسا وبذكر الإخوان الكل بكرة سبت عسفية بدها تحكي عن هذا اللقاء، ولأول مرة يمكن عسفية تحكي عن هذا اللقاء، لأنه أنا سألت وأنا جاي في الشارع ثلاث مرات وين رايح؟ عند عجاج. شفت جمال طالع قلت له منيح اللي لابس، أنا لابس كمان رايحين عند عجاج. لقينا حسين على الطريق رايحين عند عجاج. فهذا اللقاء له مغزى خاص، له معنى خاص. أنت دعايتك قوية يا زدان. طب شو بتعمل؟ فلذلك قال إنه كمان إخواني يعينوا تواريخ معينة خلال الصيف وخلال الخريف وخلال الشتاء حتى نلقى عن بعضنا البعض، لأنه ممكن إنه هاي الأمسية قدرناها في الذكريات، الأمسيات القادمة نقضيها في البرامج شو بدنا نعمل لهون ولهون، ممكن نتبنى شيء معين ونصبح كصف وكمسيرة، نصبح لنا مساهمة كمجموعة مش كأفراد، كمجموعة لمجتمعنا لأهل بلدنا لبلاد أخرى نقدر نقوم في بعض المساهمات. ومرة ثانية مشكور أبو ردان، وأنت بعدك كثير غلبي، يعني كثر الغلبي دخير جاب لهون، ولذلك كثر الغلبي إيجابي. هذا أنا عم بحكي معلوم، أنا عم بحكي كثر الغلبي في بعض الأحيان ينتج ثمار خيري للجميع. فإحنا بنشكرك ونتأمل إنه أصول تذكرني إذا نسيت بعد أسبوعين مشان نبرمج للاجتماع كمان مرة، يمكن ما ندعيش الكل في التلفون ولا نلحق. عم بحكي عن يوم الجمعة الأول في شهر لا 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 لا
بيشتغل عجاج بتكلف عجاج هون يا اخي هو عم بيكلف الجميع لا مزبوط شيء سنه بس بدك تعمل اليوم اول يوم اول يوم جمعه اول يوم جمعه بعد في ناس بتنسى جدا اول اسبوع شهر 7 يوم جمعه هي مرات في الشهر فلياتي المثلث الينا عن طريق الاستاذ عبد الله واخوه مره في 3 اشهر عيش ابو عنا عيش ابو عنا عنك كرب عائلي معروف يا رب بحب اسمع بطريقه للتاريخ 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 سنه تجوزت وشو عندك اولاد ايوه بيتي يعني طيب خلصت المدرسه حياه مدنيه حياه مدنيه خلصت المدرسه طلعت انا الاخوان على ترسنطة تعلمنا هناك سنه في نص السنه رجعنا على تيخون 11 كان عنده احباط في المشاعر رجعنا على ترسنطة بعض الاخوان بعد الاخوان كمل بمدارس اخرى خلصت اجيت على الارثوذكسيه بلشت فينا السياسي ودوخونا هناك واخذنا سفر والى اخره في اخر السنه ورجعنا زورنا شهادي ودخلنا لمدرسه اخرى وفي المدرسة الأخرى قررت إنه هذا خاص مشترك بينك وبين شحن هذا آخر هذا آخر مطاف في المدرسة الثانوية في الناصري أنا جديت حتى في الصف الثاني عشر أخذت امتياز في الصف الثاني عشر مدرسة أخذت امتياز مش في الدروس بعدين رحت على الجيش خدمت 2.5 سنين ودخلت في وظيفة معينة في الجيش وهاي اللي علمتني طبعا علاقات مع الناس والمسؤولية تجاه الناس في وظيفة للاهتمام في الجنود المستضعفين قبل تسليحهم من الجيش لتأهيلهم للعمل أو للدراسة أو لتعليم سنة أو لآخره وبعدها فاتت في مخي قصة الجامعة لأن شفت أنه ما فيش إلا مخرج في الدولة هاي إلا أنك مجبور ترتقي مجبور تعرف والمعرفة ممكن توصلك لكل مرحلة معينة دخلت الجامعة مع الأستاذ فايز تعلمت هناك للبي اي رحت كملت الام اي في السياسي في القدس في نفس الوقت لسه بقول كمان ممكن شو صار معي مع فايز هي بدي جدية مش مزح بس مش قليل من الناس اللي في جيلنا كانوا ممكن يعملوها هناك دخلت في التلفزيون وكنت اتعلم كنت متجوز جيزه كامله اشتغل وظيفه كامله فسر لي شو جيزه كامله لا جد بس هذا بحكي انا عن هذا بحكي انا عن فايز كنت متجوز جيزه كامله يعني مسؤول امام بيتي في كل شيء كنت اتعلم برنامج كامل في الجامعه وكنت اشتغل وظيفه كامله وكله في يوم واحد هذا اللي عملته انا وفايز على مرحله 4 سنوات ويمكن هذا كان هون في جامعه حيفا وفي جامعه القدس يتعلم وظيفة كاملة ويكون متزوج ورب بيت ورب عائلة ورب أولاد ومسؤول أمامهم وفي نفس الوقت يشتغل كمان وظيفة كاملة فخلصت الجامعة وإن بتوين زي ما يقولوا في الستينات ألقى على عاتقي أني أقيم منظمة الشباب العامل والمتعلمي أقمتها وكانت منظمة والحمد لله نتأمل أنه تعود الأيام هذه صرت أروح على المقاهي الساعة 11 في الليل و10 في الليل وأسحب الأولاد لنفس المقهى وراقبهم ليلي ليلي مين بدخن وين بدخن وين بروح وأي بيرة بيشربوا ليش وعرفوا مبارح إنه هو كان كان ولذلك أصدرنا جيل من هذول أجيال بعد سنين أجيال محترمين على المسؤولية بالإضافة مسبقا للجيش أخذناهم رحلات قساوي ومرار وعرق وجفاف يعني خشوني زي ما بقولنا خشوني حتى نعرف ان التجربات اللي احنا مرينا فيها لازم هني كمان يمروا فيها وربما اقل هيك يعني التربيه اليونانيه والتربيه اليونانيه ما زالت الاسبرتيه لا زالت لازم تكون الا مشير الى حد ما انه الحرمان والحياه الخشوني لازم يكونوا عامل في تربيه الاولاد بعدين فتح التلفزيون بعد ما خلصت الجامعه اشتغلت 2 سنين وبعدين اقترح علي اني اروح شوي مبعوث لأفريقيا لا بعرفش أي مبعوث في مدار السنة وصلنا لأمريكا باختصار تطلع من عسفي لأمريكا مع عائلة محافظة إلى آخره هذا كان كمان سبق مش بسيط إنما كمان مرة بتقول إذا أنا التقيت مرة مع شخص بتعلم صيني أول ما وصلت أمريكا شخص يهودي بتعلم صيني التقيت معه في سان فرانسيسكو ما بزال أذكر هذا يهودي بس بلقي في الجامعة في أول شهرين بقول له تتعلم صيني
كيف بتقدر تصير؟ وهذا المثال ما زال إلي كمان للإخوان بقوله، بقول لي إذا في 600 مليون بيعرفوا صيني بيكونوا 600 مليون وأنا. فلذلك إذا أي إنسان أنتم بتذكروا إسا بروفيسور هو للعلوم الصينية في جامعة الأمريكية وبروفيسور العلوم الصينية في القدس، هيك قال لي في جامعة كبيرة كبستر لما صرت أبحث عليه أنا قنصل جاي، قال لي إذا بس هي أول 3 أشهر وكنا طبعا في تحرك مستمر وقلق مستمر وخطوره مستمره، فقلت اذا في 240 مليون عايشين في امريكا ويتمتعوا في امريكا فبكون 240 مليون وكمان هون. فبعد ما رجعت طبعا بعد 4 سنوات من كونه قنصل ما كنتش احلم في السياسي، تعرف هذا القصه ابو مروان اجت قصه داش، فتنا في داش ترم زي كل اللي فاتوا في الداش، طلعنا عضو الكنيسة بصورة أو بأخرى استعلموا أنا كمان مرة في الكنيسة الحادي عشر، وبتأمل أكون حسن ظن الجميع ومش مطولة اللي أخلي مكاني إن الله راد خلال 2 أو 4 ما بعرفش لأي إنسان ثاني، وأنا بكون الدعم وراء الله يديمك على قرأت وأنا صغير قصة أب كان عنده 5 أولاد وبعتهم لعدة جهات وغابوا عنه أكثر من 6 أشهر، وبعد ما رجعوا قاعد يسمع لكل ولد من الأولاد قصة حياته في خلال 6 أشهر، الصعوبات اللي صادفها، النجاح اللي وصل له. وأنا تماماً إجت في بالي إسا لما الإخوان كل واحد صار يذكر المشاكل اللي صادفها والأيام القاسية اللي مرت عليه والأيام المنيحة اللي بتعتز فيها، وأنا إلي الشرف وبعتز سميتوني أب، ولكن الأب دائماً بيفتخر بالولاد الصالحين وإنتوا من خيرة الولاد الصالحين. خدمت بكل إخلاص وهذا الله بيشهد عليها، ومش أنا اللي خدمت ولا اللي أنا اللي خدمتكم، لا اللي خدموا الإخوان اللي تساعدوا معي، بدونهم أنا بقدرش كنت أعمل إشي لوحدي، لأنه إيد واحدة لحالها ما بتزق، والفضل برجع للإخوان الحاضرين والغايبين والموجودين اللي هني بيساعدوني واللي ساعدوني على إتمام هاي الرسالة، لأنه التعليم مش بس مهنة ورسالة قبل ما يكون مهنة. أنا بتمنى للجميع العمر الطويل والصحة والسعادة، وإن شاء الله نجتمع، والشكر لأبو ريدان والشكر للإخوان لرب الدعوة، وإن شاء الله بتتكرر هاي الدعوات وهاي الاجتماعات مثل ما قال أبو عنان مثل ما قال الإخوان، وكلها عن روح طيبة، بتمنى لكم الصحة والسعادة وشكرا لكم جميعا. ركز كمال عليه مع كل إخوان يا إخوان، يعني شو الواحد بده يحكي ما بقدرش يحكي اللي معاه. أنا يعني شعوري كثير فياض، بدي أحكي كثير ولكن يمكن بتتهموني إنه تأخرت بدي أحكي كثير، لا بس ما بقدرش أحكي. أول شيء إحنا نشكر المعلمين اللي لبوا الدعوة من بعيد، وبهالأيامات الفضيلة لإخواننا المسلمين أيامات رمضان وما قصروش، فمشكورين أستاذ يونس، قدرين لك الماضي والحاضر، وإن شاء الله إنه بصورة دائمة نضلنا على اتصال. أستاذ جورج أبو رحمة دائما في البال، أستاذ زكي ابن بلدنا وأخونا دائما بنشوفه، أستاذ أبو يوسف اللي هو عاش معنا في جميع المراحل وربانا وصدقنا، والأستاذ أبو مروان
يعني حلمنا عليه حلم أستاذ وتركناه، وكمان خدم الفترة كلها اللي احنا قضيناها 31 سنة. خلال 31 سنة وطلع التقاعد. شو بدنا نقول للأستاذ أبو مبدا المدير؟ أنا بفكر بتضموا صوتكم لصوتي، وبنشكره الشكر اللي أنا بفكر بنعجز عنه، نشكره بالشكل اللي هو بيستحقه. استغفر الله. واللي بده يعرف أبو مبدا صحيح مضبوط، ما يعرفه على أساس أبو مبدا هو مدير عسفيا. اللي بده يعرف أبو مبدا منيح يزوره في المدرسة ويطلع شو عمل من الأربعينات. أنا بفكر الإنسان إذا بيكون عنده الشعور اللي بيطلع فيها للورا وبيشوف الأشياء اللي أنا شفتها، ولو بده واحد يخلفني إياها بس هدكش أنا بعدها محفوظة لليوم. فإن شاء الله إنه بنشوفها على شريط الفيديو قسم منها منظمة مرتبة محافظ عليها. يعني أنا بقول اليوم اللي بده إشي من الطلاب عسفيا بقدرش يروح على المجلس يلاقيه، أما بروح عند أبو مبدا بيلاقيه كل إشي بيلاقي بالشكل الصحيح. فمشكور يا أبو مبدا، ومنتمنى لك التوفيق والنجاح، وبنتمنى إنه يظلك مرشد وتختار انت الوظيفة اللي انت بتشوفها مناسبة لأهل عسفيا على أساس يظل عندك استمرارية في الموضوع. سلامتك. شكرا لك. نرجع زي باقي الإخوان نحكي قصة حياتنا. بالله هاي بيتمنا كتير. هي مش زايدة ولا عن قصة حياة شخص. لا لا بدك تخربنا. هي قصة زي قصة حياة كلكم. بعد 56 أنا بفكر كلنا طلعنا بشعور اللي ما عرفناه أو ما شعرنا فيه إلا لما قلطنا ساحة المدرسة وطلعنا. هناك افترقنا بشكل إنه ما عدتش تعمل حساب إنه أنت ست جاي راجع تشوف فاضل، راجع تشوف صالح، راجع تشوف زيدان. أنت افترقت وهيهات شو بيصير معك. فعند بعض الإخوان كانت شعور دائما ترافقوا في الحياة، ذكريات حلوة، نوادر، أساتذة معينة، نهفات تكون، وهاي بالفعل رافقتني من هذاك التاريخ. فترة المدرسة مع العلم إنه ما كناش مجتهدين منيح، أما كنا نشتاق لأصحابنا، مرقت علينا. لما اجى دور المدرسة السنة الثانية وما رجعناش حسينا بالشعور هذا انه افترقنا صحيح. فبعد ما يعني عرفنا انه ما فيش مفر، الانسان لازم يكافح في الحياة. في هذاك الوقت كان اغلب الناس عايش على الزراعة، الكل بده يساعد ابوه. وبالفعل زي ما قالوا بعض الاخوان، القسم الكبير اللي كان فيه تشجيع للعلم هون بعسفيا هو الصف تبعنا. اما في ناس اللي كانت بدها تتعلم اما عندها مين يعلمها، زي الاخ ابو عنان زيدان بالفعل ما كانش بده يتعلم، ولو ما كانش في وراء شد ما بتعلمش، اما كان في مين اللي معني انه يعلمه. ويشكر الاخ ابو عنان، كان اكبر مثل في التضحيه انه يعني لبى الطلب تبع اخوته وتعلم على قدر ما بيقدر، وورجى للمجتمع انه بالجد والاجتهاد الانسان بوصل للطلب اللي بده اياه. والاخ ابو عنان عمل مراحل، انا بفكر انه كلنا صرنا نقتبس من ابو عنان انه بالجد والنشاط كل شيء بيصير. باقي الاخوان كمان كل واحد حصل مكانه مرموقه في المجتمع. محرر جريدي، مفتش، مدير مدرسة على مستوى علوم ثانوية. فأنا بفكر إنه الأستاذ أبو مبدا وباقي المعلمين لما كانت تشوف الطلاب هاي كانت تستعز وتفخر، ولسه مستعز ومفخر. وإن شاء الله إنه بنكون عند حسن ظن الجميع في الاستمرارية.
استنينا سنه ثنتين ثلاثه ما كان في وجهنا الا العسكريه، لانه اول شيء انت لا بدك تتعلم، وزراعه خفت الاوضاع تبعها. فاستنينا العسكريه، فتنا على العسكريه، فتت على العسكريه في 3/5/59، وكنت اول شخص، اول واحد في المجموعه اللي كانت بتضم حركه 55 شخص. وهناك رجعنا نعيد ذكريات المدرسه كمجموعه. انا كان عندي شعور انه هيك كنا عايشين في المدرسه، مش بشكل اللي احنا موجودين فيه، اما بشكل اخر، مسؤوليه، عم بتحافظ على ناس تتعيش امنه، جميع الاشياء اللي انت صرت تاخذ الاشياء بجديه. خدمنا العسكري سنتين ونص، كان في وقته سنتين ونص، قضيناها كلها بالجنوب في المرار. واجوا علينا بعض الاصحاب اللي كنا احنا في المدرسه، ابو عنان، دوخي بجاش، الاخ دوخي، اللي بالاخر صرنا نسبق بعض في العسكريه. خلصنا العسكريه، كانت كلها اوقات صعبه جدا للي ما عندوش سلاح في الحياه، سلاح العلم او مصدر رزق او شخص وراء اللي يمده. طلعنا من العسكريه، كان اوقات اللي ما فيش عمل، الفلاحه خفت، ما عادش في فلاحه، ما عادش في وين تشتغل. عرقنا شوي في الحياه، ما فيش مفر الا تفوت على البوليس كمصدر رزق. في 56 فت على البوليس حرس الحدود، في 65 في 25/1/65 فت على البوليس، مع العلم انه انا كنت ضد انه افوت على البوليس كمعيشي، لانه اصبحت لو بدي اظلني في المعيشه واختار المعيشه بضلني بامضي كمان في العسكريه. فمن قله الشغل جبرنا نكون في العسكريه، خدمنا سنه. كان الشغل تبعنا في منطقة اللي أحبابنا ومعلمينا كانوا موجودين فيها، عارة وعرعرة ومثلث، كنا دائما نشم ريحة الأستاذ عبد الله والإخوان. هون في ناس اللي علمتنا أهلين. فقعدت سنة في مشمار البول، الحياة كانت صعبة جدا، ومن جهيد الحياة العسكرية في مشمار البول كانت صعبة. خلصت من البوليس مع كل قساوتي الحياة، قلت بدي أخلص من البوليس حتى لو بديش ألاقي شغل. بعد ما خلصت من البوليس لموني كثير، كيف أنت بيكون عندك مصدر رزق من هالزي وتتركه؟ قلت لهم يا عمي ما بتعرفوا شو مصدر الرزق هذا، هذا مصدر الرزق بتمناش ولا لكل إنسان. قعدنا سنة، أقل من سنة شوي، فتنا على بوليس السجون، وهناك انجبرنا نمسك، لانه لما فت على السجون فت في 1/7/66 طلعت ذكي، وتجوزت في 9/11/66. وعلى سيرة الزواج، اول واحد كتب كرت عرس اسمه، اسم عروسته الاخ عجاج. مظبوط، اول واحد. لا لا بطل الشعر هاي. يا وراك يا هالدعوة. مسكنا بشكل صحيح انه انت مسؤول وما فيش مصدر رزق ثاني، وانت صاحب عائلة وما عادش في مصدر، وانت تجاوزت في الديون ومجبور هاي الديون القيمة، وغير هيك ما بصيرش. قعدنا بالبوليس 15 سنة، مرقنا في البوليس عدة دورات، اتوصلنا فيها لمسؤول برتبة الضابط، اشتغلنا في الدمون، اشتغلنا في باقي السجون في كل اسرائيل. كان بالنسبه لي الحياه بالسجون كمان تذكرني في المدرسه، وتذكرني انه انا تحولت من طالب الاستاذ كان يعلمني لا مسؤول المسجون، صار في نظري كطالب، يعني انا صرت امثل دور المدرس.
كانت بالنسبة لي الحياة كثير يعني كنت أشعر فيها لذة، لأني كنت أشعر إنه أنا عمال أهدي ناس. أنا بذكر جابوا لي خريجين جامعة من جامعة حيفا بدهم يدرسوا شو السجون وإنهم مختصين في الحياة الاجتماعية. بنادي المدير بقول لي قال له هيك الوضع تبعت أعطيهم لمحة عن حياة السجون. فأعطيتهم شو السجن ومين موجود في السجن ومع مين نحن عايشين. إني حطوا إيدين على راسي، واحد بيقول الثاني بيقول له لسه أمنت إنه بهاي الدولة أو في العالم كله موجودين طبقتين في الحياة، العالم منفرد تماماً عن العالم الثاني. لأنه بالفعل اللي كان مسجون واللي كان سجان بيعرف إنه الحياة في حياة ثانية في العالم. والحمد لله مشينا، كان عندي لذة فيها لأنه كثير ناس اللي كنت أهديها وطلعت والتقيت أنا وياها بالشوارع، زي ما حضراتكم والمعلمين شافونا عنا أشغال وعنا متجوزين وانبسطونا. أنا كنت مبسوط كثير للناس هاي اللي أنا رجعتها للحياة الطبيعية. طلعت من البوليس في 1/7 سنة 80. كان عندي طلعت على البنسية يعني على التقاعد لسبب معين. من 86 لغاية اليوم حبيت أكون مش مقيد في أي شيء. والحمد لله بعد ما تجوزت بال 66 لغاية اليوم عندنا 5 أولاد، ولدين وبنتين وثلاث بنات. أنا اليوم متقاعد بالمعنى الصحيح، يعني مش متقاعد شغال إلا متقاعد وفاضي لهالأشياء هاي. فأنا بأخذ عارضي أسوي الاجتماعات هاي وأنا مسؤول عنها. ويا ريت مرحبا فيكم. أبو نزار إله مش بس إله نوادر في الجيش. احنا لو بدنا خلينا مش بدنا نجي بس لا يا اخي فينا ادري انا بدي احكي هذا الشيء كيف بقوله في الأغنية أشتري الحب بالعذاب. قوله شو أبو يعني راح يا زلمة. طب شو عم بقول؟ خلوا لك عم بقول خليك كريتا هبا بكريعات في شاعر قال بيت شعر بالنسبة للمعلم، لكن في آخره أنا ما بوافقه. ليش؟ قال الشاعر هيك، قال يا واهب العمر عن المعلم للأجيال عن رغب لم تبغي مجدا ولم تستوفي أثمانا. أنا بقول استوفينا ثمن، وثمنا هو الإكرام والإحترام اللي أديتوه كل هذول الشباب الموجودين. هذا الثمن اللي إحنا بناخذه ومكثورين الخير ومشكورين، و فيش كلمات بعد نعبر فيها عن شعورنا اكثر من هيك. نشعر انه بعد ما عملناه شيء تستاهل وتسلموا، متشكرين جدا والى اللقاء.
وإلى اللقاء في حلقة المعين. كل الاحترامات. شكرا. بعد كلمة بدي أحكيها مع الأخ عجاب. تفضل. أول شيء الصور اللي أخذتوها الأمل فيها حق المصاري. هذا مني أنا. مش حضرات المعلمين قرار طول. والفيلم هذا اللي عم بصوره الأخ وليد الأخ فريد نصر الدين المصور السينمائي المشهور بيكلف مصاري بس اللي بده الفيلم منه بيقدر ياخذه منه بشكل مباشر. لذلك أنا بقترح إنه واحد منا يدفع 10 شكل حق الصور على حساب. أكون أحوال أبو شهير مش وقته. إحنا خلينا بالشكل اللي كنت فيه. يعني أكون إحنا خلينا بالشكل اللي كنت فيه. أنا مش بقبش. معلش كان اقتراح عملي بدل ما نستنى لدعوات خصم الشكل خلينا نعين. هذا بالنسبة لنا يوم تاريخي 1 أيار. أوه. أنا بعتقد إنه خلينا نأخذها كتقليدي بصورة تقليدية مرة في السنة على القليلة بلاش نبالغ مرة ثلاث أشهر مرة كل شهر مرة جمعتين بعض السنة في 1 أيار نجتمع في محل من عند الغير هاي هالرجال أنا في بالي 100% يعني ما بس بدنا نعمل كل من سنه لسنه يا جماعه الساعه بتغرف فوق اذا بعد النجمه اقل من سنه اخر واحد يتم وصوله بكون كثير ممتاز مش بكونوا متفائلين انا متشائم ما بتبدا الحلقه انا بعتقد نفسي واقع لا متشائم ولا متفائل انا متشائم نعم انت وقتي يوم يوم لما نحكي عنا قلنا بقوم لك واحد زي حكايتي وبقول في تاريخ كذا وكذا عندي مستعدين نلبي اتكلنا على الله مستعدين بس يكون تاريخ على القليل 1 أيار هذا بحساب ثاني هذا 1 أيار هذا كبوع انا ظبطها اما يا شوف ابو عنان نص دقيقه شايف عارف انا عارف جدي مش عارف مزاج لا مفيش جدي مفيش مزاج انا شايف القلعه فريدان عمار مرحبا شرفته شكرا جدا والى اللقاء معلوم بعد هذا كان بشان 7 مقود لانه معقول اسافر اما ان شاء الله دائما بنلتقي بالافراح خلينا يكون في عندنا تاريخ معين ايوه لا هو هذا كبوع شو بيجي بعد هيك ممتاز جدا حلو مشكورين الى اللقاء اهلين يعطيك العافيه احنا بدنا نروح بعد كان الليله اسمع مني طيب لا 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 انتوا بس انتوا بدك قلت الجماعه بدك قلت الجماعه طيب مرحبا اهلين حمودة الفراوك الله يبارك فيك مع السلامة بالأمان يا زلمة فرحت فيك كثير يا هلا والله عليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك والله أنت أكبر من هيك تسلم أهلين والله أنا بنحب كل قدنا بارك الله فيك هي المسألة مش بالأكل والشرب الملقى هيك الملقى اللي مليها أهلين شرفت أبو يوسف الله يسعدك مرحبا ميت مرحبا أهلين السلام عليكم احنا رايحين هون شرفت يا اخي اهلا وسهلا طيب القلب
واخلاص وسالم سالم اهلين متشكرين عليكم يا استاذ. لا والله انت من اخواننا نصر الدين الدالي ها حبيتنا اهلين. بس ما معرفش مين كثر عواطف وبدلين تدير بالك اهلين ابو رضا اهلين شرفت يا هلا مع السلامه ايش خاطرات انا ممنون شكرا شكرا دير بالك اهلين مع السلامه شكل اللي رحت شوف بدك ما شاء الله بدنا نضلنا نشوفه بدنا نضلنا نشوفه احنا بدنا نضلنا نشوفه خلاص شكرا حبيبي طيب والى اللقاء هلا بيكم ميدان مبروك اهلين وانتم بخير شرفتوا يلا خير والله هاي الكاسيت ها صباح الخير يا شيخ هاي بس سنتين ولا واحدة؟ لا لا سنتين عندنا بس واحدة اشياء غريبة والله بفكر في شيء عملته هذا عملته هذا من كل مشروع فريد مشكور احنا مديونين له الخدمة بس بطل هذا والله بطل اللي هو بطل والله والله شديد اهلا وسهلا صباح النور شو بتخيل الديوان بعد مش لمين حالك والله كان الديوان يعني لسه لا اقل عن 10 والديوان فل يعني الساعه 12 بدنا نروح يتغدوا الديوان كان الساعه 8 تقريبا وهذا بالاجواء لسه كان اختياريه وكان شباب وكان في حديث بالنسبه للوضع واشياء حديث سياسي حديث الدوويين والقهوه والاجتماعات وهي يعني كل ما كل يوم يعني الصبح كل يوم الصبحيات بنجتمع وبنحكي نتسلى مع بعضنا لانه الوقت عندنا في فراغ على كل الاحوال هن لما بيشرفوا لهون انت بالمعاميل هاي بتبلش القهوه من جديد طبعا انا بعمل قهوه اول ما ببدا بحمص القهوه وبعدين بعد ما حمص القهوه بدق القهوه في الجرين بعد ما دق القهوه في الجرين بغليها في هاي الدلي هاي اسمها الدلي وبعدين لما بتغلي بعاود اصفيها في هذا الابريق الوسطاني بعد ما اغليها بدق هيل عليها وبحطها في المصبات في هذا وفي هذا وبعدين بسقيها في الفنجان للأوادم اللي موجودين عندي يعني بل ما تمرق على تمرق على كل هاي وبعدين وتتصفى هون تتصفى هون وهاي بصب منها قهوه بكر اسمها قهوه بكر يعني هاي القهوه لازم تنعمل يوم يوم للاجواد يعني اذا مش يوم كل يوم بعد يوم يعني يعني حتى لو ما شربتش لو ما جاش لعندي حدا بدي اعمل قهوه بدك تقلبها من اول جديد لانه القهوه كل ما كانت جديده تيجي اطيب حلو يعني اذا لو طلبنا منك بس كيف ببلشوا فيها بدك تجرب طبعا انا هسه مستعد على العاده العربيه لانه هاي لانه القهوه هاي العوائد العربيه بحال ما سمعوا الجرن بدق فيه بدون عزيمه بيجي بيشربوا قهوه بدون جميله يعني هذا كان بس يسمعوا الجرن بتلاقي الديوان انتهى يعني هذا له اسم يعني هذا عزام اسمه عزام عزام يعني بلاش من الواحد يقول تفضلوا ابنك او تقول تفضلوا بس يسمعوا الجرن عم بندق فيه بيجي يشربوا يعني الديوان فتح الديوان فتح حلو نقدر نسمع فيه معلوم انا كل حال هسه بنسمعكم دقه الجرن اللي انا تورثت هاي الدقه ايوه من ابوي وانا كمان علمت اولادي ولسه كمان عندي اولاد بدقوا على الجرن مثل ما انا بدق وزيادي نفس الدقه نفس الدقه ونفس الترتيب يعني لو بدنا نقول انت بالنسبه للقهوه المره ما بتعملش القهوه على الطريقه الحديثه انه بتطحن بالكهرباء لا فيش كهرباء عندي انا عندي فحم كمان انا ما استعملش الا الفحم لانه الفحم هذا بجور بيخلي القهوه تثقل وبخليها تروق اما اذا بدنا نحطها على بلاطه بتنعكر اذا بدنا نحطها في مصب مثل هذاك كمان هاي بده يمشي العوايد يعني بعدك ماشي على العاده القديمه اللي استلمتها من حياه ابوك
اي نعم استلمت من حياه ابوي وانا هسه متابعها وان شاء الله كمان اولادي بدهم يتابعوا وراي بالشكل هذا بالشكل هذا يعني احنا اللي بنفهمه انه انت تبلش بالقهوه من دق الجرن تسقيها تسقيها دق عربيه حتى الفحم ممنوع يكون الا الفحم كمان عليها حلو حلو ابدا طيب خلينا نشوف كيف الطريقه اللي احنا بنعرفها على كل حال اهلا وسهلا طيب هاي مش كل واحد يفهمها هاي مش كل واحد يفهم انه القهوه لازم تكون هيك
طيب على قلبك، طيب ليش الصب في القهوة المرة بتكون شفت القهوة صغيرة؟ لأنه القهوة مش للشبع، للكيف. القهوة للكيف، إذا بدها ملي لك إياها بتعوش تكيف منها، أما لما بيكون قليل بظلك مشتهي تشرب بعد مرة. يعني المغزى تبعهم. كل واحد بصب قهوة بكثير بيكون بعرفش العوايد العربية ولا بعرف العوايد القهوة المضبوطة. يعني بيكون ما بعرفش. طالع على الشغل يعني بيعمل قهوة مرة. في له أصول، كل شيء له أصول. طب بدي أسألك سؤال، القهوة المرة ليش أنا بشوفك دائماً عادة لما الضيف بيطلع بيجي بده يطلع طوالي بتحته فنجان قهوة مرة؟ هذا وداع. هذا وداع لها معلوم لها لأنه فراق مر. حلو. شايف؟ فراق مر. وانا لما بسقيه اخر فنجان معناه انا تركته صعب علي. حلو حلو حلو. على كل الاحوال على كل الاحوال متشكرينك وبنتامل هالقهوه تضلها دايره. فريد احكي هون شيء. ها وقف. في عين البلد القديمة الممر هون، هذا الطريق الرئيسي للعين اللي كانوا أهل البلد ينزلوا عليه. العين هاي كانت قديم هي تخدم جميع السكان في البلد من مشرب الإنسان والحيوان إلى آخره. كانوا أهل البلد ييجوا على دوابهم بتناكن بجرارهم يملوا مي على الطريق اللي شفناها، واليوم انساد لانه خلت الجيني والروحة عليها. العين هاي حتى تاريخها بيعود الى الوجود الاولاني لعسفيا، لانه اول ما اجوا على عسفيا عمود ما بنسمع اجوا بطريقه اللي وقفوا في جبل فوق وشافوا وين الطيور بتهدي، فلما شافوا وين الطيور بتحوم نزلوا قالوا لازم يكون مي هون، نزلوا لاقوا العين. العين هاي بعد فتره نعرف انه المي اللي بتيجي منها بتيجي من الجبل. اليوم تقريبا صار العمار واصلوا، اما هذا بقت زي خندق في ناس حتى مشت فيه وتوصلت لاخر الجبل. واحنا هون المي كيف نازله، هاي مش عفوا نزلت الا هاي مرسومه ومبنيه قديم. هون على موجب ما انتم شايفين انه هال الخراب اللي كان هون هاي كانت كلها بساتين موجوده لاهل البلد، فكانت الناس تحقن المي. المي اللي كانت تنزل من العين كان اصحابين البساتين كل واحد الجار في البركه في العين يعمل لنفسه بركة صغيرة على أساس يجمع المي ومنها يسقي البساتين تبعه. البركة هاي اللي احنا شايفينها هذا مجمع مي كان لحياة أبو الكامل زيدان أبو ركن اللي كان له بستان هون، كان موصوف يقولوا بستان زيدان أبو ركن، الشيخ زيدان أبو ركن، وهذا كان من جميعه بهذاك الوقت رمان تين بس قول البستان تبع الشيخ زيدان أبو ركن. فبقى يجمع المي بهاي البركة ومنها يفرق أو يجر المي على البستان بكامله. للأسف الشديد انه العشب اللي احنا شايفينه هون هاي كانت بركه، وهي البركه كانت بصوره دائمه تكون ملانه مي، فالمنظر المحرق والمحزن انه احنا شايفين عشب، هذا اهمال في الاشياء العتيقه اللي احنا لازم دائما نحافظ عليها وتكون بالنسبه لنا تاريخ لنا ولاجداد لاولادنا من بعدنا. فالاشياء هاي اللي احنا شايفينها هون
شبه جرن، هذا كان جرن على ما أذكر أنا. جراني مبني بالطريقة الحديثية، لأنه كانت الرعيان دائما الساعة 12 وين ما تكون صارحة ترجع على العين، على أساس بهالساحة هاي كان العجال والمواشي كلها لأهل البلد تكون موجودة على العين. وكان صاحب الطرش أو الراعي اللي يكون موجود مع العجال كان يغرف من البرك اللي هي ملانة مي ويحط بجراني ويسقي جميع الطرش تبع البلد اللي كان يسرح فيه طول النهار. فإحنا على كل الأحوال إذا بنطلع اليوم وبنشوف بس المي نازلة كئيبة حزينة على العز اللي أخذته قبل، وبنشوفها لحالها بتحاكي نفسها والعشب بغمرها، هذا إشي حقيقة مؤلم. وبنتأمل إن المنطقة هاي اللي كانت تعد مجمع الخلان لأهل عسفيا، الكل كان يقصد هذا المحل على أساس يشرب المي، مهجور. نتأمل إنه يرجع المحل هذا كمنتزه، كمحل اللي يكون رمز لأهل عسفيا اللي موجودين اليوم كيف كان. فأملنا كبير كثير إنه نشوف هالمنطقة هاي الجميلة جدا معمولة على الطراز الحديث، حتى إذا بجينا سايح من برا أو بجينا شخص غريب نورجيه إنه إحنا كان إلنا مصدر اللي ما بننساش ابدا، اللي هو مصدر الماء اللي كنا ناخذ لما ما كانش في لا بياره ولا كان في ميكروت ولا كان في شيء. كنا ننزل على نتحمل المشقات كلها بالشوارع هاي، ينزل الواحد يستنى دوره مع اهل البلد ويقضي وقته هون، يلاقي كل الاحبه والاصدقاء واهل البلد يستنى يملي تنكاته المي ويطلع. فنتأمل إنه المنظر اللي شفناه وهو محزن بالنسبة للي كان يتجدد بشكل محترم ويكون إلنا زي أشياء اللي نفتخر فيها بالشكل الصحيح. هذا اللي إحنا شايفينه من هون، المي كانت تنزل من الجبل هذا اللي قدامنا اللي بيطلع بالشكل هذا على طول بشكل صحيح بوصل لقلب البلد. وساحة العين اللي هي صحيح مؤلم الواحد يشوفها بالشكل هذا، بنيجي على الطريق اللي كان يؤدي للعين لأهل البلد. هذا الطريق اللي شايفينه وهو مهجور والعشب حواليه، هذا الطريق اللي كانوا أهل البلد يسلكوه على دوابهن في جميع الوسائل للمحلات السكنة. وهيك كانوا أهلنا في الماضي ينزلوا على هاي الطريق الضيقة اللي بلاطها بعده انحكى أو دل، ما يدل على الماضي اللي عشناه واللي دائما لازم نتذكره. مش كيف اجتنا المي، كانت تجينا بصعوبة وكانت حياة اللي بنذكرها دائما وبنعطي المثل لأولادنا كيف كنا نجيب المي أو أهلنا كيف كانوا يجيبوا المي. هاي الطريق اللي احنا شايفينها صخورها بعدها ما تغيرتش، هيك وعيناها وأهلنا هيك وعوها، وحتى الصجر بعده والحلي وكيف بقت أهل البلد تتلاقى على هاي الممرات الصبح ومساء وظهر وبنجأ في جميع الأوقات. رفيق نزلت بالشكل المتعب.